السلام عليكم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن السكشن الخامس عندنا في المنهج. المفروض إن إحنا خلال الأربع سكشن اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن أهمية الأكتف فلترز وعن الأفضلية بتاعتها على الباسف فلترز. ابتدينا نشتغل في الفيرست أوردر فلترز باستخدام الأوب أمب أر سي. شفنا الكلام ده خلال السكشن الاولاني والتاني، ازاي نقدر نعمل امبلمنتيشن لاشكال مختلفه من الفيرست اوردر فلترز. وبعد كده ابتدينا بقى في نهايه السكشن التاني وبدايه التالت ابتدينا نتكلم على السكند اوردر فلترز، وابتدينا نشوف الامبلمنتيشنز المختلفه بتاعتهم، وابتدينا نشوف التعريفات بتاعت الاوميجا نود والكيو، ونشوف كمان ازاي نقدر نعمل اناليسز لاي سيركت موجود عندنا ونطلع السبيكس بتاعتها ونطلع البرفورمانس ماتريكس بتاعتها. لحد بقى السكشن اللي فات كنا بنعمل الكلام ده. طبعا السكشن اللي فات بقى اللي هو السكشن الرابع كنا بنتكلم بقى في السكند اوردر فلترز باستخدام اكتر من اوبن. المرحله اللي جايه بقى بعد كده، احنا كل اللي فات ده يعتبر نوع من انواع الاناليسز للسيركتس موجوده، جيفن اصلا ان احنا عندنا سيركت معينه وبنبدا نعمل لها اناليسز ونطلع الفلتر ترانسفير فانكشن ونبدا نشتغل عليه. دلوقتي بقى احنا عايزين نروح للناحيه مور براكتيكال بقى، وده اللي هنبدا فيه السكشن ده ان شاء الله، وهو ان احنا نبدا اصلا من السبيكس بتاعت الفلتر. يعني نعتبر زي ما قلنا في اول سكشن خالص انه الفلتر موجود جوه تشين، فبالتالي من السيستم ليفل ديزاين هنديفاين شويه سبيكس للفلتر ده، وبناء على السبيكس دي نبدا نشوف ايه شكل الترانسفير فانكشن اللي احنا عايزين نعملها للفلتر اللي احنا عايزين نعمله، ونبدا نعمل لها امبلمنتيشن كسيركت وايز. فده اللي هو الفلو المنطقي اكتر، او هو فلو ديزاين، يعني مش فلو الاناليست اللي احنا كنا شغالين فيه خلال السكشن اللي فاتت تحديدا مع السكند اوردر والفيرست اوردر في الاوب ام بارس. طيب البروسيس بقى نفسها بتاعت الفلتر ديزاين دي ممكن نقسمها لمجموعه من الستبس، لما نمشي عليها نقدر نوصل في الاخر للديزاين بتاعنا. فاول ستيب عندنا هي ان احنا نديفاين الفلتر سبيسيفيكيشنز زي ما قلنا من السيستم ليفل ديزاين. هنحدد طبعا ايه الباس فريكوينسيز الحاجات اللي احنا عايزين نعديها، وايه الستوب فريكوينسيز اللي احنا عايزين نوقفها، ونحدد بقى الحاجات اللي احنا عايزين نوقفها دي عايزين نوقفها بمقدار قد ايه، يعني ايه المينيمم اتينيويشن المقبول في الستوب باند، وهو اللي بنعرفه بالاي اس. وفي نفس الوقت برضو الجزء اللي هيعدي ده ممكن نتوليريت نستحمل يعني اتينيويشن او فاريشنز قد ايه فيه، فده اللي بنعرفه بالباس باند اتينيويشن اللي هو الاي بي. طبعا الاي بي ده لازم يكون رقم صغير جدا، والاي اس طبيعي هيبقى رقم كبير. وطبعا الباند زي ما قلنا بتتعرف بالاوميجا بي والاوميجا اس بحيث نبقى عارفين الرينجز اوف فريكونسي اللي بنعديها واللي بنوقفها. بعد ما نطلع الحاجات ديت من السيستم ليفل ديزاين بتاعنا بنبدا بقى نخش على التشويس بتاع الفلتر ابروكسيميشن. احنا هنا بنعمل حاجه اسمها الفلتر ابروكسيميشن، يعني زي ما شفت في المحاضره احنا مش هنقدر نعمل اللي هو البريك وول او اللي هو الايديال فلتر، لان ده طبعا هيبقى نون كوزل، وبالتالي ما ينفعش، مش هنعرف نعمل ريال سيستم بالطريقه دي، وبالتالي لازم هنعمل ابروكسيميشن للفلتر ريسبونس، يعني هنعمل حاجه قريبه للحاجه اللي احنا كان نفسنا فيها اللي هو ان احنا نعدي كله وبعد كده نقوم موقفين دايركت كده بشارب فلتر. الشارب فلتر ده مش هنعرف نعمله، فهنحاول نابروكسيميت الكلام ده. ففي بقى اشكال مختلفه من الابروكسيميشنز تعتمد على معادلات رياضيه مختلفه باستخدامها بنقدر نعمل الفلتر بتاعنا. فلازم نختار الاول انهي شكل من اشكال المعادلات الرياضيه هنستخدمه في الابروكسيميشن بتاعنا، سواء بترورس او تشيبيشيف، هم دول اللي احنا ندرسهم. بس طبعا زي ما شفتوا في المحاضره في اكتر من نوعتين. بعد ما حددنا النوع والسبيسيفيكيشنز نبدا بقى نديفاين تو بارامترز، بارامتر اسمه الفلتر اوردر اللي هو الان، وبارامتر تاني اللي هو الابروكسيميشن ايرور اللي هو الاس. دولت هنشوفهم يعني خلال الشغل بتاعنا ان هم دولت بيبقوا اساسيين جدا في عمليه الديزاين وفي مع عمليه تحقيق الستوب باند اتينيويشن والباس باند اتينيويشن. بعد ما من ديفاين نمبر الاوردر بتاع الفلتر والابروكسيميشن ايرور اللي هو الابسلون، بنبدا بقى نطلع البولز والزيروز بتاعت الفلتر بتاعنا، ونبدا بقى نخش في سيستم قريب شويه بقى اللي احنا عايزينه. بعد ما نديفاين البولز والزيروز نكون بقى الترانسفير فانكشن، وبعدين هنشوف بقى خطوه بتاعت الفريكونسي ترانسفورميشن، لان احنا زي ما هنشوف كده هنلاقي ان احنا اللي بنعمله على نورماليزد فلتر، يعني فلتر الباس باند بتاعته بواحد،
باس باند فريكونسي بتاعته بواحد، فلازم نعمل فريكونسي ترانسفورميشن عشان نودي الفلتر بقى او الريسبونس بتاع الفلتر نوديه للرينج اوف فريكونسيز اللي احنا عايزينه. وفي الاخر خالص بعد ما نكون الترانسفورم فانكشن نعمل لها فريكونسي ترانسفورميشن تبقى معادله بجد يعني معبره عن فلتر حقيقي. نبدا بقى نعمل لها اكتف سيركت امبلمنتيشن باستخدام بقى الحاجات اللي احنا خدناها قبل. تمام. بس دي رسمه هنا بتبين يعني للو باس فلتر الفور بيزك سبيسيفيكيشنز دول بشكلهم عامل ازاي. فالاوميجا بي هي الايدج بتاعت الباس باند، والاوميجا اس هي الايدج بتاعت الستوب باند اللي هي بدايه الستوب باند الحاجه اللي احنا عايزين نوقفها، وطبعا ما بينهم دي بنسميها الترانزيشن باند. في الباس باند في عندنا ريبلز كده او اتينيويشنز، فلازم ندفاين ماكسيمم باس باند اتينيويشن اللي هو الفرق ما بين الماكسيمم والمينيمم في الباس باند، فده لازم ندفاينه. وفي الستوب باند يبقى عندنا المينيمم ستوب باند اتينيويشن اللي هو الجزء ده اللي هو ايه هو المينيمم اتينيويشن المقبول بالنسبه لنا. احنا مثلا عايزين اقل حاجه 50 دي بي، يبقى خلاص يبقى انا عايز عند الاوميجا اس الاقي ان انا الريسبونس وقع 50 دي بي، يبقى هو ده المينيمم ستوب باند اتينيويشن. تمام. الجنرال فورمولا بقى بتاعت الفلتر ماجنتيود بتاخد الشكل ده. تبقى الماجنتيود اوف اتش اوف اوميجا بيساوي واحد على جذر واحد زائد ابسلون سكوير دي فانكشن معين. طبعا فانكشن بتكون طبعا ديبندنت على الفريكونسي. وزي ما هي ديبندنت على الفريكونسي هي كمان بتبقى ديبندنت على نوع الفلتر اللي احنا هنختاره، نوع فلتر ابروكسيميشن اللي احنا هنختاره. وعادة يعني ممكن طبعا نعبر عنها از اوميجا يعني بيور اوميجا كده، او نعبر عنها از ريشيو اللي هي ريشيو اوف اوميجا على اوميجا. دي عادة بنستخدمه دايما اللي هي فكرة ان احنا نعمل نورماليزيشن للفريكونسي اللي هي اوميجا على اوميجا بي، نشوف نقسم اي فريكونسي عندنا على الباس باند فريكونسي، نبدأ نستخدم النورماليزد اوميجا ديت في المعادلات بتاعتنا. طبعا في الاخر نقوم عاملين الفريكونسي ترانسفورميشن فنرجع للاوميجا بي المظبوط. النقطة بقى الأخيرة ودي نقطة مهمة جدا، إن إحنا الشغل بتاعنا كله بيبقى بيز على لو باس فلتر، يعني إحنا بنشتغل كأننا شغالين على لو باس نورماليزد فلتر. وبعد كده تبقى هي الخطوة رقم 6 دي بتاعت الفريكونسي ترانسفورميشن ديت اللي بتحتوي على إن إحنا نحاول بقى نحول اللو باس فلتر ده لشكل فلتر اللي إحنا عايزينه. عايزينه برضه لو باس بس عند فريكونسي معينة نعمل بس إيه فريكونسي ترانسفورميشن، عايزين نقلبه هاي باس برضه في شكل معين للفريكونسي ترانسفورميشن، وهكذا في الباند باس والباند ستوب كمان. فبالتالي احنا دايما الابروكسيميشنز الرياضيه بتاعتنا سواء باتر وورث او تشيب تشيب او ايا كان نوع الابروكسيميشن ده كله معمول للو باس بس، مش بنعرف احنا نعمل حاجات للهاي باس او الباند باس، مش بنعرف نعمل معادلات رياضيه ليه. فهنشتغل في اللو باس ده، وفي الاخر خالص بنبدا نعمل الفريكونسي ترانسفورميشن بحيث نتحول للشكل المطلوب. تمام. فهنبدأ أول حاجة بالباتر وورس أو اللي بنسميها الماكسيمال فلات ماجنتيود أبروكسيميشن. هنا الـ H of أوميجا بتبقى بتساوي واحد على جذر واحد زائد إبسلون سكوير في الأوميجا باور 2N. تمام. الأوميجا دي طبعا هي النورماليزد أوميجا اللي هي أوميجا على أوميجا بي ومرفوعة للباور بتاع 2N. فلما نمسك المعادلة دي هنلاقي إنه عند الزيرو أو عند الـ DC يعني طبعا الأوميجا دي تبقى بزيرو، فهيطلع عندنا واحد على جذر واحد يعني واحد على واحد اللي هي واحد اللي هي تناظر زيرو دي بي في اللوج سكيل. طبعا هنا 20 لوج الواحد يطلع معانا بزيرو. طيب عند الاوميجا بتساوي واحد او عند النورماليز اوميجا دي بتساوي واحد. فده معناه ان احنا عند الفريكونسي اللي هي بتاعت الباس باند. عايزين نشوف بقى احنا عند الباس باند الماجنتيود بتاع الفلتر بتاعنا بيساوي كام. فهنعوض عن الاوميجا دي بواحد، هيطلع معانا بواحد على جذر واحد زائد اوميجا زائد ابسلون سكوير. تمام. يبقى اذا الريسبونس بتاعنا بيبدا في الدي سي عند الواحد ويبتدي يقل 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 لغايه عند الايدج بتاعت الباس باند بيوصل لواحد على جذر واحد زائد ابسلون اسكوير. وبالتالي يبقى اجمالي الاتنيويشن اللي هيحصل في الرينج ده هيبقى هو اللي هو الحاجه اللي ما بين ال 1 ماينس واحد على جذر واحد زائد ابسلون سكوير. وهو ده اذا اجمالي الاتنيويشن اللي هيحصل في الباس باند. طيب بعد كده بقى لما نروح للستوب باند، لما نروح للهاي فريكونسيز اللي احنا عايزين نوقفها، فنحط الاوميجا بتساوي اوميجا اس، هنلاقي ان واحد على جذر واحد زائد ابسلون سكويرد في الاوميجا اس باور 2 ان. فهنلاقي ساعتها طبعا الاوميجا اس ده هيبقى رقم معقول بقى مثلا واحد ونص او اتنين او وات ايفر. طبعا لما نرفعه كمان لباور 2 ان
فساعتها هو طبعا اكيد لازم هيبقى رقم اكبر من واحد، فلما انا ارفعه الباور 2 ان فهو اكيد هيكبر اكتر، فساعتها هنلاقي انه ايبسيلون سكويرد في الاوميجا اس باور 2 ان ده اكبر بكتير من الواحد، فممكن نشيل الواحد ده، وبالتالي كمان هنقدر نشيل السكوير روت، وهنلاقي ان الايكويشن بقت واحد على ايبسيلون في الاوميجا باور ان، اوميجا اس باور ان، تمام. فده هيبقى شكل الماجنتيود ريسبونس بتاع الفلتر عند الستوب باند ايدج، وطبعا ما بعد كده بقى طبعا هنبدا يقل اكتر واكتر. طبعا ممكن بقى نحول ده وده، نحولهم للدي بي بالشكل اللي نعمل، ناخد 20 لوج عادي، فدي لما ناخد لها 20 لوج هتبقى ماينس 10 لوج 1 زائد ايبسيلون سكوير، ودي لما ناخد لها 10 لوج هتبقى 20 لوج، يعني الرقم ده هيطلع معانا ناقص 20 لوج ايبسيلون ناقص 20 ان لوج اوميجا اس. فدولت هما الماجنتيودز عند الثلاث نقط المختلفين، هنا عند الباس باند ايدج عند النقطه اللي هي الاوميجا بي، وهنا عند الستوب باند ايدج عند اوميجا اس، وهنا عند الدي سي اللي هو عند البيت. فزي ما شايفين احنا هنا هنلاقي انه الريسبونس بتاع الفلتر بتاعنا بنسميه ان هو بيبقى مونوتونيكالي ديكريزنج، يعني بيقل على طول، ما فيش بقى ان هو يقل شويه بقى يرجع يزيد بقى يرجع يقل ويزيد، لا ما فيش الكلام ده. فده معناه انه ما فيش ريبلز عند الباس باند، احنا بنبدا من عند الواحد في الجزء بتاع الباس باند، بنبدا من عند الواحد وننتهي عند واحد على جذر واحد زائد ابسيلون سكوير، يعني الكيرف عندنا عمال ينزل على طول بشكل طبيعي جدا، تمام. فبالتالي الماكسيمم اتنيوشن زي ما قلنا هتبقى هي الفرق ما بين الاثنين دول اللي هو الواحد وال 10 لوج، او اللي هي الواحد على جذر واحد زائد ابسيلون سكوير. فبالتالي طبعا لما ناخد بقى نوديهم اللي هي واحد ناقص الكلام ده، لما نوديه للوج سكيل هيبقى 0 ماينس ماينس 10 لوج 1 زائد ابسيلون سكوير، فهتبقى بلس 10 لوج 1 زائد ابسيلون سكوير. فهو ده اللي بيعرف الباس باند اتينيويشن، تمام. يبقى هنمسك المعادله اللي هي واحد ناقص واحد على جذر 1 زائد ابسيلون سكوير، وناخد لها كلها نوديها كلها يعني في اللوج سكيل، فهتبقى 0 ماينس ماينس الكلام ده 10 لوج 1 زائد ابسلون سكويرد، فتطلع معانا 10 لوج 1 زائد ابسلون سكويرد. يبقى هو ده الفاليو بتاعت الباس باند اتنيويشن ان دي بي، ودي طبعا والاي بي دي هنجيبها من السيستم ليفل زي ما قلنا. يبقى انا هشوف في السيستم ليفل بتاعي انا بقدر استحمل باس باند اتنيويشن قد ايه، واحطه في الدي بي واساوي الرقم ده ب 10 لوج 1 زائد ابسلون سكويرد، فساعتها هقدر اطلع الابسلون، ساعتها يبقى الانون الوحيد هو الابسلون فاقدر اطلعه. فده مهم اللي هو الابروكسيميشن اللي احنا بنسميه كده. طيب بعد كده بقى بروح على الستوب باند، فبرجع لمعادله الستوب باند اتنيويشن، بقول الماجنتيود عند الستوب باند كان بيساوي الكلام ده 20 لوج ابسلون ناقص 20 لوج ابسلون ناقص 20 ان لوج اوميجا اس. طبعا هي كلمه اتنيويشن معناها ان احنا ايه واخدين الاشاره السالب ديت في الحساب، فهنشيلها بقى الاشاره السالب من هنا، او نقول مثلا انها 0 ناقص الكلام ده، ف 0 ناقص الكلام ده يبقى الاتنيويشن نفسه هيبقى 20 لوج ابسلون زائد 20 ان لوج اوميجا اس. تمام، فعايزين بس نفرق في الكلمه بين كلمه ماجنتيود وكلمه اتنيويشن. كلمه ماجنتيود اللي هو الماجنتيود اللي هو الدايركت اللي هو اللي على الكيرف ده على طول احنا قد ايه، لكن كلمه اتنيويشن اللي هو كميه اللي انا نزلتها، اللي الكميه اللي انا نزلتها عن الماكس. فانا هنا بقول انها بتبقى الماكسيمم ناقص الايه الفاليو بتاعت الماجنتيود هنا، فاللي هي بقى في الدي بي هتبقى 0 دي بي ماينس الفاليو بتاعتنا بتاعت الماجنتيود عند النقطه ديت بالان دي بي، يعني 0 ناقص الكلام ده هيطلع معانا 20 لوج ابسلون زائد 20 ان لوج اوميجا اس، تمام. فديت هي معادله الستوب باند اتنيويشن، وهو ده بقى المينيمم اكسبتد اتنيويشن عند الستوب، وده برضو بنجيبه من السيستم. فهنيجي نبص بقى في المعادله دي هنلاقي ان احنا عندنا اي اس جبناها من الستوب من السبيسيفيكيشن، والابسلون جبناها من المعادله اللي فوق، وفضل والاوميجا اس هنجيبها احنا معانا برضو من الفلتر سبيسيفيكيشنز، الاوميجا اس والاوميجا بي نقسمهم على بعض نجيب النورماليزد اوميجا اس دي، يبقى فاضل لنا بس الان، فساعتها نعوض في المعادله ديت ونطلع الان اللي احنا عايزينه. كده جبنا الان وجبنا الابسلون، يبقى احنا وصلنا لخطوه رقم 3. طيب بعد كده بقى، بعد كده بنلاقي ان في البتر وورس ابروكسيميشن الشكل البولز بيبقى موجود من منظر ده، بيبقى جزء ريل زي جزء ايماجري، جزء ريل هو سيجما كي ده زي جي اوميجا كي، هيبقى بيساوي الكلام ده 1 على ايبسلون باور 1 على ان في ساين 2 كي ماينس 1 على 2 ان باي زائد جي كوساين 2 كي ماينس 1 على 2 ان باي. فدي هي اللوكيشنز بتاعت البولز بتاعت الباتر وورث ابروكسيميشن، تمام. طيب اللوكيشنز بتاعت البولز ديت طبعا تيجي نعوض عن الكي من 1 ل 2 ان تطلع لنا كل البولز اللي موجوده. الفكره ان النمبر اوف بولز اللي هنلاقيها هنلاقي ان هو يطلع لنا 2 ان بولز، يعني دبل الاوردر مش الاوردر نفسه،
تمام. فالتو ان بولز، فده كان معناه ان هو هيبقى تو ان سيستم، يعني مش ان سيستم، يعني مش انس اوردر سيستم، انما هيبقى تو ان اوردر سيستم. بس هو ده بيحصل لان احنا اصلا عشان نجيب دي، يعني عشان نجيب المعادله بتاعت البولز، كنا عملنا زي اللي عملت في المحاضره المفروض، اللي هو خدنا الاتش اوف اس اللي احنا حسبناها، واللي هي المفروض اللي هي مش الماجنيتيوب، اللي ده الماجنيتيوب بتاعها. يعني احنا هنا في الباتر وورث احنا معرفين الماجنيتيوب بس مش معرفين الفيز، فبالتالي عشان اجيب بقى الاتش اوف اس من معلومه الماجنيتيود يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اجيب اتش اوف اس سكوير، لان هي دي الحاجه اللي هعرف اجيبها. لان انا لو خدت الماجنيتيود بتاع اي ترانسفير فانكشن وضربته في نفسه بس كومبلكس كونجكت، ساعتها لما اضربهم في بعض يطلع لي اتش اوف اس سكوير. فهو ده اللي احنا عملناه، احنا خدنا ديت وضربناها في نفسها بس بالكومبلكس كونجكت بتاعها يعني كماجنيتيود، ويطلعنا الاتش اوف اس سكوير. فعشان كده هي ليها 2 ان بولز. بس هنبص بقى نلاقي انه ال 2 ان بولز دول ان منهم بيبقوا في الرايت هاف بلين، وان منهم في الليفت هاف بلين. يعني ان منهم ان اللي في الليفت هاف بلين دول اللي بيناظروا الاتش اوف اوميجا اللي احنا عايزينه، لكن ال ان بولز اللي موجودين في الرايت هاف بلين دول بيمثلوا الاتش اوف ماينس اوميجا اللي احنا مش عايزينها. احنا بس احتاجناها واحنا بنحسب الاتش اوف اس سكوير عشان نعرف نطلعها من معلومه الماجنتيود فقط، من غير ما نحتاج معلومه عن الفيز، تمام. فهي لهذا السبب يعني بيطلع معانا الموضوع ان النمبر اوف بولز ضعف النمبر اوف بولز الطبيعي. يعني المفروض لو هو فورس اوردر فلتر كان يطلع 4 بولز، لا هنلاقي دي 8 موجودين. فالثمانية الموجودين ان اللي معانا هي اتش اوف اس سكوير مش اتش اوف اس بس. فالاثنين ان دولت هنشوف هم فين، ونبتدي ناخد الاربعه او الان منهم بقى. يعني في المثال اللي هو كان فورس اوردر، يبقى ناخد الاربعه اللي في الليفت هاف بلين بس، ونسيب الاربعه اللي في الرايت هاف بلين. طيب عشان نفهم اكتر الموضوع ده ممكن نشوف بعض امثله هنا عندنا تفهمنا الموضوع ده بشكل كويس. فاحنا هنا عندنا في البروبلم سيت 3 عندنا اول مساله بيقول لي الماجنتيود سكويرد بتاع تي اوف جي اوميجا بيساوي 1 على 1 زائد اوميجا باور 4. فعايزين نوجد الترانسفير فانكشن. طيب فهنا المفروض يعني لما نيجي نقارن شكل الترانسفير فانكشن ديت بالشكل بتاع الباتر وورث اللي هو ده، طبعا لما ناخد لها سكويرنج هيطلع معانا 1 على 1 زائد ايبسون سكويرد في اوميجا باور 2، تمام. فهي تاني يعني الماجنيتيود سكوير ده بيناظر ايه؟ بيناظر الاتش اوف اس مضروبه في الاتش اوف ماينس اس، او الاتش اوف اوميجا مضروبه في الاتش اوف ماينس اوميجا. فلما بنضربهم في بعض بيطلع معانا الماجنيتيود سكوير. فهو ده اللي احنا كنا بنشرحه فوق، عشان كده المثال نفسه مدينا الماجنيتيود سكوير، لان يعني الماجنيتيود سكوير ده هو اللي بيساوي الاتش اوف اس مضروبه في الاتش اوف ماينس اس. طيب فده 1 على 1 زائد اوميجا باور 4، هنساويه بقى بالشكل المناظر ليه في الباتر وورث، اللي هو ناخد المعادله بتاعت الماجنتيود دي نعملها سكويرنج، فتطلع 1 على 1 زائد ايبسون سكوير في اوميجا باور 2 ان. وهنا هنخليها اوميجا زي ما هي، هنخليها دي نورماليز، مش محتاجين نعمل لها نورماليزيشن يعني، فنخليها اوميجا عاديه. ونبدا بقى نقارن المعاملات، فهنلاقي ان احنا هنا اوميجا باور 4 وهنا في ايبسون سكوير اوميجا باور 2 ان، فعشان ده يساوي ده يبقى لازم الابسلون دي تبقى بواحد والان تبقى باتنين. من هنا هنطلع ابسلون بواحد وان باتنين. طالما طلعنا الابسلون بواحد والان باتنين يبقى نعرف نجيب البولز بتاعتنا. هنعوض هنا في المعادله ديت طبعا لازم نبقى حافظينها، فهنعوض عن الابسلون بواحد والان باتنين، ونبدا نعوض بقى الكيات من واحد لغايه اربعه، اربعه اللي هي 2 ان، تمام. فلما نعمل العمليه دي هنطلع 4 بولز يعني زي ما نشوف دلوقتي. هيطلع عندنا هما الفور بولز دولت، واحد على جذر اتنين زائد جي على جذر اتنين، واحد على جذر اتنين ناقص جي على جذر اتنين، وناقص واحد على جذر اتنين ناقص جي على جذر اتنين، وناقص واحد على جذر اتنين زائد جي على جذر اتنين. فهما طبعا عبارة عن two pairs of complex conjugate pools، pair منهم موجود في ال right half plane اللي هو الأولاني ده، والبير التاني موجود في ال left half plane. فهنسيبنا بقى من اللي في ال right half plane وناخد بس ده نكون بيه ال transfer function بتاعي. طيب الترانسفير فانكشن بتاعتنا هنقول واحد على اس ناقص البول الاولاني في اس ناقص البول التاني، طبعا الاولاني والتاني اقصد بيهم اللي هم الليفت هاف بلين بول، تمام. فيطلع معانا الاكسبريشنز طبعا ندخل السالب عليهم، فتبقى سالب سالب تطلع موجب، وسالب سالب برضه تطلع موجب، الناحيه التانيه هيبقى ماينس في ماينس بلس، وماينس في بلس بماينس. فيطلع معانا الكلام ده، طبعا نضرب بقى التو براكتس دولت في بعض، هيطلع معانا في الاخر اس سكوير زائد جذر 2 اس زائد واحد. طبعا الجيني هنا بواحد اللي هو الدي سي جيني هيطلع بواحد، وهو مش مدينا معلومه عنه،
فخلاص تمام. فده كده هو شكل الترانسفير فانكشن اللي كان الماجنتيود ريسبونس سكوير بتاعه بيساوي الكلام ده تمام. فجبناها كده اللي هي 1 على اس سكوير زي جذر 2 اس زائد 1. فبالتالي هي ديت الاتش اوف اس اللي احنا عايزينها. احنا كده عرفنا من معلومه الماجنتيود بس نطلع الاتش اوف اس. عملنا ايه؟ عملنا اول خطوه ان احنا خدنا معلومه الماجنتيود او الترانسفير فانكشن بتاعت الماجنتيود دي عملنا لها سكوير تمام، وابتدينا نشتغل عليها بالخطوات اللي احنا شفناها. من السكوير ديت عرفنا نطلع ايبسلون، عرفنا نطلع الان بكام، خدنا معلومه الايبسلون ومعلومه الان. وانس وصلنا للمعلومتين دولت يبقى عرفنا نجيب على طول البولز بتاعت السيستم. وانس جبنا البولز بتاعت السيستم يبقى عرفنا نجيب الاتش اوف اس نفسها او الدي اوف اس هنا. في نوت بقى مهمة عايزين نطلعها، احنا الخطوة لما اتنقلنا من هنا لهنا عدينا على المرحلة دي. الخطوة دي ممكن نسكيبها يعني، نعرف نعديها يعني من غير ما نعملها تفصيل. فهي الفكرة بس احنا هنستخدم بقى النوت اللي هنا ديت، احنا المفروض هيطلع لنا في الآخر ده طبعا دولت كومبلكس كونجكت بولز، فبالتالي يعملوا لنا سكند أوردر فلتر أو سكند أوردر سيستم. فالسكند أوردر سيستم لما بنيجي نحطه في الستاندرد فورمولا هو اس سكوير زائد أوميجا نود على كيو اس زائد أوميجا نود سكوير تمام. يعني في عندنا هنا كوفيشنت اوف اس وفي عندنا فري تيرم، فهنلاقي ان كوفيشنت اوف اس اللي في الدينومينيتور ده بيساوي ضعف الجزء الريل بتاع البولز. احنا عندنا هنا البول ده 1 على جذر 2 اللي ماينس 1 على جذر 2، ده الريال بارت بتاعته، وده برضه ماينس 1 على جذر 2. فلو خدنا ال 1 على جذر 2 نفسها وضربناها في 2 تطلع معانا جذر 2، فهو ده الكوفيشنت اوف اس بتاع الدينومينيتور تمام. طيب والفري تيرم بقى اللي هو الواحد ده، الواحد ده بقى هنمسك ده الريال بارت سكوير زائد الايماجينري بارت سكوير، فده هنا 1 على جذر 2 سكوير دي تبقى بنص، وده برضه 1 على جذر 2 سكوير تبقى بنص، نص زائد نص يطلع معانا 1. فهنلاقي من النوت ديت انه في رابط مباشر على طول ما بين اللوكيشنز بتاعت البولز وهي زي ما هي كده وما بين الفاينل ترانسفير فانكشن. فبالتالي ممكن من هنا نروح هنا على طول، يعني اجي ابص هنا الاقي البولز عندي بالشكل ده، خلاص يبقى 1 على جذر 2 في 2 بجذر 2، يبقى دي جذر 2. طيب عايز اجيب الفري تيرم يبقى كام؟ اخد ده سكوير زائد ده سكوير، خلصت الحكايه على كده. تمام جبت الرقم ده. من غير بقى ما اقعد بقى احطهم هنا واضرب ده بده، دي ممكن تبقى خطوه زياده ملهاش لازمه، فممكن اتخطاها باستخدام النود دي. تمام؟ فاحنا كده المفروض فهمنا يعني الفكره الاساسيه بتاعت الباتر وورس، فهمنا الباس باند ريسبونس بتاعه بشكل عامل ازاي، الستوب باند ريسبونس، والبولز بتاعته، وازاي نقدر منها نكون ترانسفير فانكشن. هنا مثال تاني بيدينا برضو ماجنتيود سكوير بيساوي 1 على 1 زائد اوميجا باور 8 المره دي. فهنا نفس الكلام اللي عملناه المره اللي فاتت، هنقول برضو ايبسلون ب1 وان ب4 ونعوض في معادله البولز اللي هي المعادله الكبيره دي تمام. فنطلع المره دي 8 بولز تمام، هناخد منهم 4 تمام اللي هم اللي في الليفت هاف بلين هيطلعوا معانا هم. هنيجي برضه ناخد بالنا هنا ملاحظة مهمة في الباتر وورس، إنه إن أنا لو جبت لو عندي مثلا إن بأربعة، يعني عندي 8 بولز منهم 4 في الليفت هاف بلين، هلاقي إن أنا لو جبت واحد منهم أو لو جبت يعني بير منهم، طبعا موجودين في شكل بيرز كومبلكس كونجكت بيرز، فلو جبت بير منهم هعرف أجيب التاني دايركت. إن أنا هنا البير الأولاني كان 0.382 والجزء الإيماجيني كان 0.924، هلاقي البير التاني على طول تلقائيا بيطلع العكس، بيطلع 0.924 و 0.382 تمام. فدي ملاحظه مهمه محتاج ان احنا نستخدمها، ان انا طالما ان انا جبت بول ممكن برضو جبت كومبلكس كونجكت بير من البولز ممكن اعرف اجيب على طول الايه البير التاني من غير برضو ما اقعد اعوض تاني في المعادله دي، من غير ما اقعد تاني اعوض في المعادله ديت، انا طالما جبت واحد هعرف اجيب التاني بشكل مباشر تمام. طيب طالما جبنا البولز ديت يبقى نقدر ان احنا نطلع الترانسفير فانكشن دايركت على طول زي ما قلنا من غير ما نقعد نعمل الخطوه دي. هي اقول هو واحد على وهمسك، هيبقى طبعا ده فورس اوردر، فطبعا هو عباره عن حصل ضرب تو سكند اوردر بولينوميالز في بعض. فهنا واحده عندي هتبقى اس سكوير زائد حاجه في اس زائد فري تيرم، وهنا اس سكوير زائد حاجه في اس زائد فري تيرم. الحاجه اللي في اس بتاعت الاولاني دي المفروض تبقى معبره عن الكومبلكس كونجكت pair of poles اللي موجودة هنا، فالcoefficient of s هيبقى ضعف الريال بارت على طول، فدي 0.382 لما نضربها في 2 تطلع معانا 0.766 أو يعني حاجة قريبة ليها يعني. وهنا برضو والتاني ده هيبقى coefficient of s بتاعه 0.924، ده نضربها في 2 تطلع 1.848 تمام. فكده جبناهم على طول. والfree term بقى هو هيبقى عبارة عن ده squared زائد ده squared، فلما نعمل ده squared زائد ده squared يطلع معانا بواحد
والتاني برضو هيطلع معانا بواحد، لان احنا زي ما قلنا احنا بس بدلناهم مكان بعض. فبكده عرفنا نطلع الترانسفير فانكشن بتاعه ال تي اوف اس بتاعه ال تي اوف جي اوميجا ماجنتيود سكويرد بيساوي 1 على 1 زائد اوميجا باور 8. عرفنا نطلع لها ال اتش اوف اس بتاعتها، او هي بنسميها تي اوف اس يعني. طيب النقطة بقى اللي كنا بنقولها هنا بتاعت ان البير اوف بولز ده ممكن نجيب منه البير اوف بولز التاني، ده سببه يعني السبب ان الحركة دي نفعت في الباتر وورث، انه المعادلة دي في الاس بلين هي معادلة دايرة، تمام، وبالتالي البولز بتاعت الباتر وورث تبقى موجودة على شكل دايرة في الاس بلين. فعشان كده هنلاقي دايما انه البولز بتاعتنا تبقى موجودة بالشكل ده. فانا لو عندي زي المثال ده n ب 4، يبقى هيبقى عندي بير اوف بولز هنا وبير اوف بولز ثاني جنبهم. طبعا الميرور بتاعهم هيبقى موجود في الرايت اوف بلين، بس طبعا احنا ايه ملناش دعوه بيهم، تمام. طيب يبقى احنا كده اللي هنا ده بقى المفروض انه المسافه الراديوس ما بين النقطه دي والنقطه دي تطلع هي برضو مسافه من دي وده، ده راديوس الدايره. فراديوس الدايره ثابت، اي نقطه على الدايره هتحققه. فعشان كده حتى هنلاقي ان احنا هنا لما جينا ناخد ده سكوير زائد ده سكوير لازم يطلع بيساوي ده سكوير زائد ده سكوير، لانه المفروض انه ده سكوير زائد ده سكوير لما كنا ناخد لهم سكوير روت ده هيطلع لنا الطول ده اللي هو طول الوتر، يعني كان المثلث يعني ده طول الوتر بتاعه، فهو ثابت ايا كان بقى النقطه هنا او النقطه هنا او النقطه هنا او النقطه هنا او في اي نقطه، الريديوس ده هيبقى ثابت، وبالتالي السيجما كي سكوير زائد اوميجا كي سكوير لازم هيطلع ثابت for any pair of poles موجودين عندنا في ال S plane. فعشان كده نفعت الحركة اللي احنا كنا بنقول عليها هنا. طيب النقطة بقى الأخيرة اللي عندنا، الدايرة عندنا هنا البولز متوزعة عليها بشكل equidistant، يعني البولز كلها المسافات ما بينهم في الزوايا متساوية. فبالتالي بنلاقي إن احنا عندنا هنا في الدايرة كلها في عندنا 8 بولز، وبالتالي يبقى 360 على 8 اللي هي 2 في N، يعني تطلع معانا ب 45 درجة. يبقى بإذن البولز كلها تبقى موجودة على بعد 45 degrees from each other، يعني المسافة بين البول ده والبول ده نلاقيها 45 درجة، المسافة بين البول ده والبول ده نلاقيها برضه زاوية 45 درجة، تمام. طيب اللوكيشن بتاع أول بول منهم هيبقى موجود عند 45 درجة على 2 من الجي أوميجا، من الجي أوميجا أكسس ناخد ال 45 درجة نقسمها على 2 اللي هي 22 ونص، نلاقي إيه ده اللوكيشن بتاع أول بول. فالزاوية الخط الواصل ما بين البول ده والسنتر أو الأوريجن بتاع الدايرة مع الجي اوميجا اكسس، الخط ده مع الخط ده الزاويه اللي ما بينهم هي ال 45 على 22 ونص. فنلاقي هنا 22 ونص وهنا 22 ونص ثانيه، وبعد كده نبدا بقى نعد 45، هنلاقينا قفلنا الدايره ب 8 بولز، تمام. فاذا البولز بتاعت الباتر وورز تبقى ايكويديستنت من بعض، وبيبقوا عاملين شكل دايره، لان المعادله بتاعتهم في الاس بلين المعادله دي هي معادله الدايره، تمام. طيب فدي كده كل النوتس اللي كنا عايزين نقولها بخصوص الباتر وورس. عايزين بقى نبدا ناخد مساله حقيقيه شويه ونبدا نشتغل عليها ونشوف الريسبونس هيبقى عامل ازاي. فدي ناخد كده مسالتين، يعني اول مساله عندنا بازل فلتر ما فيهوش اي حاجه، تمام. عايز الفاليو بتاعت السي والال اللي يحققوا ان الريسبونس بتاعه يبقى ماكسيمال فلات ماجنتيود ريسبونس، وجيفن ان الارب واحد يبقى هو عنده فلتر بالشكل ده، تمام. الفلتر ده السورس بتاع السيجنال عباره عن كارنت سورس، والاوتبوت بتاعنا هناخده از فولتج، فعايزين نجيب علاقه الاوتبوت فولتج بالانبوت كارنت، تمام، اللي هي الترانسفير فانكشن بتاعت الفلتر ده جيفن ان الارب واحد، وعايزين ان الريسبونس بتاع الفلتر ده يطلع في شكل ماكسيمالي فلات ماكسيمالي يعني باتر وورث، تمام. فعايزين بقى لما نطلعه ماكسيمالي فلات ايه القيم بتاعت ال والسي اللي تحقق الكلام ده، فهو ده الريكويرمنت بتاعنا في الباسيف فلتر ده. طبعا هو اكت طبعا الفلتر ده هو لو باس فلتر عند اللو فريكونسيز، هنلاقي ال ده شورت سيركت والكاباسيتور ده اوبن سيركت، فبالتالي الكرنت كله هيمشي وينزل في الار ويطلع في اوت بيساوي اي في ار. فده هو الماجنتيود بتاع الفي اوت عند اللو فريكونسيز او عند الدي سي. انما عند الهاي فريكونسيز بقى نلاقي الكاباسيتور ده بقى شورت سيركت، فبالتالي الكرنت كله هينزل فيه ومفيش حاجه تطلع عند الاوتبوت، فبالتالي الفي اوت هيبقى بزيرو. عايزين بقى نجيب الترانسفير فانكشن علاقه الفي اوت بالاي، فدي سهله جدا. الفي اوت بتساوي الكرنت اللي ماشي ده مضروب في الار، الكرنت اللي ماشي في البرانش ده مضروب في الار. طب الكرنت اللي ماشي في البرانش ده هو ايه؟ هو نفس الكرنت اللي هيمشي في الاندكتور، والكرنت ده اللي ممكن نسميه اي 1. اي 1 ده ايه علاقته باي؟ كرنت ديفايدر. فهنقول انه اي 1 بيساوي الاي في 1 على اس سي على 1 على اس سي زائد اس ال زائد ار، يبقى قيمه الكرنت اللي هيمشي في ال والار ده
بيساوي الكرنت الأساسي مضروب في واحد على اس سي مضروب في اللي هو البرانش اللي مش هيمشي فيه مقسومة على مجموعة تو برانشز، فيطلع معانا بالشكل ده. فهو ده الـ I1. الـ Vout بتاعنا بقى هو الـ I1 ده مضروب في الـ R. فلما نضربهم في بعض ونبتدي نحاول نكون المقام بتاعنا في الشكل الستاندرد، هيطلع معانا الـ Transfer Function بالشكل ده، وبالتالي هي ديت علاقة الـ Vout على R، يا R على L C over S squared زائد S في R على L زائد 1 على L C. فمن هنا هنقدر نطلع نقول انه والله الفلتر ده هو سكند اوردر فلتر، خلاص طلع عندنا يبقى الان بتاعتنا من 2. طيب بعد كده بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نطلع المعادلات بتاعتنا عشان نقدر منها من خلالها نطلع ال L وال C. طيب يبقى احنا هنا اذا محتاجين نطلع ترانسفير فانكشن، يبقى احنا لازم نطلع ترانسفير فانكشن للسكند اوردر ماكسيمال فلات ريسبونس فلتر. فلما نرجع ورا كده هنلاقي ان المعادله بتاعت الترانسفير فانكشن الستبس اللي احنا كنا ماشيين عليها، ان احنا الاول بنجيب البولز والزيروز وبعد كده منها نجيب الترانسفير فانكشن. فاحنا دلوقتي بقى عندنا الفلتر اوردر ان بيساوي 2، وعايزين نطلع البولز فين عشان منها نطلع الترانسفير فانكشن، وبعدين نقارن الترانسفير فانكشن بتاعت السكند اوردر ماكسيمالي فلات ماجنيتيود فلتر بالترانسفير فانكشن بتاعت الدايره نفسها، ونبتدي نعمل مقارنه معاملات ومنها نطلع قيم ال L وال C. بس المشكلة الوحيدة اللي هتقابلنا ان احنا عشان نتنقل من الخطوة 3 للخطوة 4 محتاجين يبقى معانا الان ومعانا الابسون، فمش مدينا اي معلومة نطلع منها الابسون، فطلع نفترضها بواحد. بس طبعا اي افتراض تاني مقبول في المسألة دي، مفيش مشكلة ان هو مش مدينا اي معلومة نطلع منها الابسون، فبالتالي يبقى الان ب2 والابسون بواحد. ناخد المعلومتين دولت ونعوض في معادلة البولز، نطلع البولز بتاعت اللي هو السكند اوردر باتر وورس فلتر اللي هو ايا كان شكله هيطلع ايه، هي تطلع معادلة معينة. المعادلة المعينة دي نبدأ نساويها بالترانسفير فانكشن بتاعت الدايرة نفسها اللي هي فانكشن في R و L و C، ونبدأ من خلال مقارنة المعاملات نطلع قيم ال L و C اللي احنا عايزينها. تمام. بس فلما نرجع بقى للمعادلة بتاعتنا هنلاقي ان N ب2 و Epsilon ب1 هيطلعوا لنا أماكن البولز هنا، ناقص 1 على جذر 2 زائد G على جذر 2 زائد ناقص طبعا لأن هو بير. فبالتالي لما ناخد الكلام ده ونطلع منه الترانسفير فانكشن هيطلع معانا بالشكل ده اللي هي 1 على اس سكوير زي جذر 2 اس زائد 1 اللي هي شبه المساله الاولانيه خالص اللي احنا حليناها. فيبقى تاني بقى ايه بقى الفرق بين المعادله ديت والمعادله دي؟ المعادله دي هي معادله اي باتر وورس فلتر الاوردر بتاعه ب2 والابسلون بتاعته ب1. تمام؟ هيطلع معانا ترانسفير فانكشن بالشكل ايا كان بقى، معموله باسيف معموله اكتف معموله ايا كان، هيطلع معانا هو ده الريسبونس بتاعه. ونقطة على الجنب كده لو جينا بصينا فيها هنلاقي انه الاوميجا نود بتاعتنا بواحد، صح؟ اللي هو جذر الرقم ده. طب اوميجا نود على كيو بتساوي جذر 2، يبقى معناها ان كيو بتساوي 1 على جذر 2، وده اللي احنا قلناه السكشن اللي قبل اللي فات، ان كيو لما بتساوي 1 على جذر 2 ده الريسبونس بنسميه ماكسيمالي فلات ريسبونس. تمام؟ فدي كده هي معلومة على الجنب. فجبنا الترانسفير فانكشن بتاعت السكند اوردر فلتر اللي الابسلون بتاعته بواحد، نقارنها بقى بالريسبونس بتاع الفلتر نفسه ونطلع اللوسين. عندنا طبعا نقدر نطلع معادلتين في مجهولين ونحلهم مع بعض. فيبقى عندنا هنا الواحد بيساوي 1 على ال سي، وعندنا الجذر 2 بتساوي ار على ال. فالار هو مدياني بواحد، يبقى هعرف اطلع ال تطلع معانا بواحد على جذر 2، ناخدها ونعوض في المعادله ديت، نشيل ال ديت نحط 1 على جذر 2، يبقى جذر 2 على سي بيساوي 1، يبقى سي بتساوي جذر 2. تمام. فكده طلعنا قيمه ال L وال C اللي تخلي الفلتر اللي موجود هنا ده عباره عن لو باس فلتر، وليه طبعا هو كده هيبقى لو باس فلتر، بس المهم يبقى ليه الفلتر ريسبونس يبقى شكله او الابروكسيميشن بتاعه شبه الباتر وورز. المساله اللي بعد كده بقى عندنا مساله هنا بيقول لنا انه الاي ماكس بيساوي 1 دي بي. طبعا الاي ماكس ده اللي هو الاي بي اللي هو الماكسيمم اكسبتد باس باند اتنويشن، فده بيساوي 1 دي بي، والباس فريكونسي بيساوي 1 ميجا هرتز اللي هي الباس باند اتش، والاي مينيمم اللي هو المينيمم اتنويشن في الستوب باند ب 35 دي بي، والستوب فريكونسي اللي هي الستوب باند اتش بتساوي 3.5 ميجا هرتز. تمام. وطبعا لو باس فلتر عايزين نوجد الماكسيمال فلات ماجنتيود ابروكسيميشن فانكشن، عايزين نطلع الفانكشن نفسها. فتاني الفانكشن نفسها دي كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن 1 على جذر 1 زائد ابسلون سكوير في اوميجا اللي هي نورماليزد اوميجا اس باور 2 ان، اللي هي الاوميجا اللي هي اوميجا على اوميجا بي باور 2 ان.
فاحنا محتاجين نطلع الابسلون ومحتاجين نطلع ال ان. هو ده يعني ال يعني معنى كلمة ان ماكسيمال فلات ماجنتيود ابروكسيميشن، او معنى اي ابروكسيميشن هناخده سواء شيبتشيف او باتر وورث. ف ده معناه ان احنا عايزين نطلع الابسلون بكام والان بكام. فنبدأ نشتغل المعادلات اللي احنا استنتجناها قبل كده. احنا قلنا ان الـ AP معلومة الـ Pass Band Attenuation نطلع منها الـ Epsilon، وبعد كده بنعوض في معادلة الـ Stop Band Attenuation نطلع الـ N. تمام. وطبعا في الأول خالص لازم نحسب الـ Omega S دي بكام. فالـ Omega S اللي هي الـ Omega S Normalized دي عبارة عن الـ Stop Band Edge على الـ Pass Band Edge. فأول خطوة عندنا هنقول إن الـ Omega S بتساوي 3.5 ميجا على 1 ميجا، يعني بتساوي 3.5. فدي كده رقم واحد. رقم اتنين بقى نبتدي نعوض في معادلة الـ AP بتساوي 10 log 1 زائد إبسلون سكوير. فالـ AP عندنا بـ1 dB اللي هي 1 هنا، فنعوض في المعادلة دي ونطلع إبسلون بكام، فهيطلع معانا 0.508. بعد كده نرجع نعوض بقى في معادلة الـ Stop Band اللي هي بتساوي 35 dB. ديت عندنا الـ إبسلون بـ0.508، وعندنا الـ أوميجا إس 3.5 نورماليز اوميجا اس 3.5. فبالتالي لما نعوض في المعادله هيبقى القانون الوحيد عندنا هو ال ان، فنحسبها تطلع معانا 3.75. ال ان ايا كان الرقم اللي طالع طبعا هو غالبا هيطلع رقم فراكشن، فنعمل له سيلينج مش ابروكسيميشن. يعني حتى لو هو كان 3.1 يبقى لازم ال ان تبقى فوق عشان ناخد ريسبونس احسن حتى من ال ريكويرمنت. لكن لو كنا خدنا الابروكسيميشن، يعني لو كانت مثلا 3.1 وقمنا واخدين 3، هنلاقي ساعتها ان الستوب باند اتنيويشن مش الرقم اللي احنا عايزينه، مش ال 35. فاحنا دايما بنعمل سيلينج مش ابروكسيشن. طيب كده جبنا الابسلون وجبنا الان، يبقى نعرف نطلع الايه المعادله دي على طول. نعوض نحط الابسلون هنا ونحط الان هنا، جبنا المعادله اللي احنا عايزينها. بعد كده هو طالب البولز وطالب الكواليتي فاكتور بتاعت البولز دي، فهنحتاج نحسب البولز. فنرجع للمعادله بتاعتنا، المعادله بتاعت الباتر وورث، ونبتدي نحسب البولز بتاعتنا اماكنها فين. فاحنا الان كانت طالعه ب4، يبقى ده معناها هيطلع لنا 8 بولز. 8 بولز دولت 4 في الليفت هاف بلين و4 في الرايت هاف بلين. فهنعوض في البولز هنا كي من 1 ل 8 بحيث نطلع اماكن ال 8 بولز كلها. نقطه بقى سريعه تساعدنا في ان احنا ننجز في الخطوه دي شويه، هي ان احنا ناخد البولز اللي هي من اول ترقيم 5، من اول كيب 5 لغايه كيب 8، اللي هو النص التاني مش النص الاولاني. ان احنا لو عوضنا في النص الاولاني هنلاقي ان النص الاولاني اللي هو من 1 ل 4 ده اللي بيطلع الرايت اوف بلين بولز، احنا مش عايزينهم، فمش لازم نقعد نحسبهم وبعد كده نشيلهم، ما نحسبهمش خالص. فاحنا دايما في المسائل ناخد النص الثاني من البولز، هو ده اللي نحسبه، لان دول اللي هيطلعوا في الرايت اوف بلين على طول، فما نضيعش وقت يعني في بدل ما نقعد نحسب 8 نحسب 4 بس اللي احنا هنستخدمه. تمام. وزي ما قلنا دولت 4، فممكن نحسب 2 بس، او حتى والله ممكن نحسب 1 بس والتاني هيبقى الكومبلكس كونجكت بتاعه، يعني هنعكس بس اشاره الايماجينري بارت، والاثنين التانيين هيبقوا الايه، نبدل بقى الريل بالايماجينري والايماجينري بالريل. يعني احنا فعليا في الاخر هم 8 بولز، احنا نحسب 1 بس ونستنتج منه الثلاثه التانيين اللي هنحتاجهم، ونعوض ونطلع اللي احنا الاماكن البولز كلها. فعمليه المفروض ما تبقاش صعبه، يعني هنا بقى ده اللي يفرق ما بين النقط السريعه اللي احنا قلناها دي اللي تسهل شويه على الناس في الحاله، انه بدل ما كنا نقعد نحسب 8 بولز، احنا حاليا هنحتاج نحسب بول واحد بس. تمام. البول الثاني هيبقى هو بس مجرد ان احنا نعمل كومبلكس كونجكت، يعني نعكس بس اشاره الايماجينري بورت، والتو بولز الثانيين اللي هو البير الثاني مجرد نعكس الريال بالايماجينري والايماجينري بالريال. تمام. والاربعه الاولانيين مش محتاجين نحسبهم خالص لان هم هيطلعوا في الرايت اوف. فاحنا هنا حسبنا الاجزاء دي، طبعا ما ننساش نضرب في 1 على ايبسلون باور 1 على ان، دي ما ننساش يعني عشان بس ايه ما نعكش. فيطلع معانا الماينس 0.453 بلس ماينس جي 1.08 و ماينس العكس بقى، الايماجن هنا بقى ريال والريال بقى ايماجن. فدول كده هم الفور بولز الممثلين للفورس اوردر فلتر اللي عندنا في المساله. نبتدي بقى نحطهم في شكل ترانسفير فانكشن زي ما قلنا. طيب الترانسفير فانكشن بنعملها ازاي؟ قلنا بيبقى اي كومبلكس كونجكت بير اوف بولز بيتحول لمعادله كوادراتيك، معادله اس سكوير زائد حاجه في اس زائد فري تيرم. فقلنا كوفيشنت الاس بيبقى عباره عن احنا ناخد الريال بارت نضربها في 2، 0.453 لما نضربها في 2 تبقى 0.906،
والفري تيرم بيبقى عبارة عن ده سكوير زائد ده سكوير، فناخد 0.453 سكوير زائد 1.09 سكوير هيطلع معانا 1.39. تمام. طيب والبيرز التانية السكند بير هنلاقي انه 1.09 ده نضربه في 2 يطلع 2.18 اس، والفري تيرم برضو هيبقى زي الأولاني 1.39. كده جبنا المقام بتاع الترانسفير فانكشن. محتاجين نشوف الباست بكام. فهنا هو في المسألة الباست بتاع الترانسفير فانكشن كنا هنجيبه لو هو مدينا معلومة عن الـ DC gain بكام أو الـ Low Frequency gain بكام. هو مش مدينا، يعني زي ما شايفين هو مش مدينا أي معلومة تخص مسألة الـ DC gain. فهنفترض بقى إن الـ DC gain بواحد، فنظبط بقى القيمة بتاعت الـ K اللي هو الباست بتاع الترانسفير فانكشن، نظبطه بحيث إنه يطلع لي في الآخر DC gain بواحد. فأنا هنا عندي الـ DC طبعا الأساس دي بصفار، فيفضل لي من هنا 1.39 ومن هنا 1.39 تانية، يبقى لازم الكي تكون بتساوي 1.39 سكويرد عشان الجين عند الدي سي يطلع بواحد، فيبقى الكي بتساوي 1.932. كده جبنا الكي، كده جبنا الترانسفير فانكشن بتاعنا واللوكيشنز بتاعت البولز اللي احنا مهتمين بيها. عايزين بقى نحسب الكيو بتاعت البولز بتاعتنا. الموضوع سهل جدا، هنبتدي بقى ناخد هنا اوميجا نود سكويرد بتساوي 1.39، ناخد لها جذر يبقى هو ده الاوميجا نود. وبعدين ناخد الاوميجا نود ديت نقسمها على كيو بنساويها بالاس ده الكوفيشنت اوف اس اللي هو 0.906. تمام، معانا الاوميجا نود نطلع كيو بكام، تطلع معانا 1.3 والبير التاني هيطلع ب 0.54. فكده عندنا هما الكواليتي فاكتورز بتاعت الايه بتاعت كل بير من التو بيرز اللي عندنا. طبعا احنا بس لو حد بيتلخبط، احنا عندنا 4 بولز بس عندنا 2 كواليتي فاكتورز للبولز دي. ليه؟ لان البولز بتاعتنا على شكل كومبلكس كونجكت بولز، فاي بير اوف كومبلكس كونجكت بولز هو البول اللي فوق والبول اللي تحت الاثنين بيبقى ليهم نفس الكيو. فالكيو دي هي بتاعت البير الاولاني اللي هو ده، والكيو اللي هي بتساوي 0.54 دي بتاعت البير التاني. وكده نبقى جبنا الكيوز بتاعت البولز اللي عندنا. اخر حاجه بقى هو احنا عايزين نعمل الكلام ده كله، نرجع بقى الكلام ده كله عند الفريكوانسي اللي هي الاف بي بتساوي 1 ميجا هرتز. فعايزين نعمل خطوه الفريكوانسي ترانسفورميشن. نرجع تاني كده نبص على احنا عملنا، احنا عملنا خلاص الجزء الاولاني ده كان جيفن، والجزء الثاني برضو قال لنا استخدم باتر وورث او ماكسيمال فات، فاستخدمنا الباتر وورث، حسبنا الان، حسبنا الابسلون، حسبنا البولز، طبعا عندنا زيروز في الباتر وورث، وطلعنا الترانسفير فانكشن. اخر خطوه بقى محتاجين نعملها، او يعني الخطوه اللي هي قبل الامبلمنتيشن، محتاجين بس نعمل فريكوانسي ترانسفورميشن، عايزين نعرف بيتعمل ازاي. فدلوقتي الترانسفير فانكشن اللي احنا طلعناها اللي هي ديت نورمالايزد ترانسفير فانكشن. تمام، يعني دي نورمالايزد فانكشن على اساس ان الاوميجا بي بتساوي واحد او بتساوي 2 باي في واحد يعني. تمام، باعتبار ان الفريكوانسي بتاعت الباس الباس باند ايدج بتساوي واحد، لكن احنا مش عايزينها واحد، احنا عايزينها 1 ميجا هرتز، ومدين الاف بي بتساوي 1 ميجا هرتز. بالتالي محتاج اعمل فريكونسي ترانسفورميشن عشان احول الترانسفير فانكشن ديت لترانسفير فانكشن بتاعت لو باس فلتر الباس باند فريكونسي ايدج بتاعته بتساوي 1 ميجا هرتز مش 1 هرتز. تمام، فالترانسفورميشن اللي احنا بنحتاجه هنا بقى اللي هو ان احنا هنشيل كل اس في الترانسفير فانكشن ونحط بدالها اس على اوميجا بي. تمام، وين الاوميجا بي دي بتساوي 2 باي في ال 1 ميجا هرتز. فديت هي نسميها الفريكوانسي ترانسفورميشن. تمام، دي مش عايزين نلخبط ما بينها وما بين الحاجه اللي احنا كنا سميناها زمان الامبيدنس سكيلنج او الامبيدنس ترانسفورميشن. اللي احنا كنا عم نعمله زمان ده كان امبيدنس سكيلنج، بس ان احنا ما كناش بنغير في الترانسفير فانكشن، انما كنا بنغير بس في قيم الارات والسيهات طبعا لو في اندكتور، لكن الترانسفير فانكشن ككل ما كانتش بتتغير. فاحنا كل اللي كنا بنعمله ساعتها ان احنا كنا مثلا فاكتور اي مثلا كنا نضربه في الريزيستور، يعني عندنا ريزيستور ب 1 اوم وكاباستور ب 1 فراد. تمام، فكنا ممكن مثلا عايزين قيم منطقيه شويه، فكنا مثلا نقول ايه والله الريزيستور ده لو ضربناه في 10 اس 3 بقى 1 كيلو، والكاباستور قسمناه 10 اس 3 بقى حاجه منطقيه شويه. فدي الحركه كنا بنعملها، فدي كانتش بتاثر في الترانسفير فانكشن، انما كانت بتؤثر بس في قيم الكومبوننتس، عشان كده كنا بنسميها امبيدنس سكيل. لكن الفريكوانسي سكيلنج ده بيغير في الترانسفير فانكشن، احنا فعلا عايزين نغير الريسبونس. الريسبونس بتاع الترانسفير فانكشن دي لو جينا رسمناها هنطلع هنلاقي ان هو كان الباس باند فريكوانسي بواحد هرتز مش بواحد ميجا هرتز. فبالتالي محتاجين ان احنا ننقله للدومين بتاع الواحد ميجا هرتز او للرينج بتاع الواحد ميجا هرتز، فاحنا محتاجين فعلا نغير في الترانسفير فانكشن نفسها. فالتغيير ده هو اللي احنا بنتكلم عليه هنا، ان انا لو عايز
اعمل التحويله ديت، بقول ان اس بشيلها وبحط مكانها اس على اوميجا بي، ويري الاوميجا بي هي الفانكشن في الباس باند فريكوانسي بتاعها. فننزل بقى ترانسفر فانكشن ديت ونعمل فيها الكلام ده، يطلع معانا المنظر ده. نبدا بقى نحاول برضو تاني نرجع نظبط شكل الترانسفر فانكشن عشان تبقى في الصوره الستاندرد، فنضرب فوق وتحت في اوميجا بي سكويرد، فيبقى معانا الشكل ده للترانسفر فانكشن. بعد كده نعوض عن الاوميجا بي ب 2 باي في 1 ميجا هرتز، يطلع معانا الكلام ده. فدي كده هي الترانسفر فانكشن الصح عند الواحد ميجا هرتز. طيب النيو بولز لوكيشنز، برضو احنا اللوكيشنز بتاعت البولز ديت كانت باعتبار النورمالايزد كيس او باعتبار الفريكونسي بواحد، فعايزين بقى الدي نورمالايزد كيس نجيب البولز من هنا. ممكن نجيب البولز من هنا او ناخد البولز اللي احنا حسبناها زمان وبس مجرد نضربها في اوميجا بي عادي. تمام، احنا لو بس خدنا الاولد بولز لوكيشنز ضربناها في الاوميجا بي هيدينا النيو بولز لوكيشنز على طول. تمام، فيطلع معانا الايكويشنز دي او اللوكيشنز ديت للبولز. تمام كده جبنا الترانسفير فانكشن الاصليه بقى والحقيقيه بتاعت الفلتر المفروض نعمل له امبلمنتيشن والاماكن البولز بتاعته. اخر حاجه بقى كان بيقول لنا عايز اللوس ان دي بي عند 9 ميجا هرتز. فاللوس ان دي بي هو اللي هنعوض المعادله بتاعت 20 لوج ايبسلون زائد 20 ان لوج في الفريكونسي على طول، بس الفريكونسي على طول ديت بعد ما نقسمها على الاوميجا بي. فاحنا عندنا الباس باند فريكونسي كانت 1، يبقى 9 على 1 اللي هي 9، فنحط هنا 9 ونعوض في المعادله ديت، نعوض بالابسلون اللي معانا وبالان اللي هي ب 4 اللي معانا، هيطلع معانا 70 ونص دي بي. وبالتالي يبقى الفلتر ده اجمالا عملنا فيه ايه؟ خلينا عند الستوب باند ايدج اللي هي عند 3.5 ميجا هرتز كان فيه اتنيوشن ب 35 دي بي. عند 9 ميجا هرتز لقينا ان احنا نزلنا ل 70 وشويه دي بي، اللي هي 70.5 دي بي. تمام، فده الريسبونس يعني بتاع الفلتر بتاعنا. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى اللي عايزين نتكلم عليها، او المثال اللي بعد كده بقى عايزين نتكلم على الجي بي جي. يبقى احنا كل اللي فات ده كنا بنتكلم عن الباتر وورث ابروكسيميشن، تمام، اللي هي الماكسيمال فلات. دلوقتي بقى نتكلم على نوع تاني من الامبلمنتيشن اللي هو بنسميه الشيبي تشيف او الايكوي ريبل ابروكسيميشن. ده الفرق في المعادلات ما بين الباتر وورث والشيبي تشيف. زي ما قلنا الشكل العام لمعادله الفلتر ثابت، اللي هو واحد على جذر واحد زائد ايبسلون سكويرد في حاجه. تمام، الحاجه دي بقى هي ديت اللي بتختلف حسب اختلاف الابروكسيميشن. ففي حاله الباتر وورث هي اوميجا باور 2 ان، في حالة الشيبي تشيب هي ال C ديت يعني C دي function of omega squared، يعني C of omega squared لل order n، يعني ال n هنا اللي هو ال order بتاع الفلتر بيظهر في المعادلة بتاعت الشيبي تشيب ديت اللي هي ال C function of omega. طيب ال C as a function of omega ديت هي عبارة عن ايه أصلا؟ هي عبارة عن يا إما تكون كوساين n كوساين انفرس اوميجا عند ال low frequencies اللي هي قبل ال pass band edge، يا إما تبقى كوساين n كوساين انفرس اوميجا عند اوميجا اكبر من واحد اللي هي ما بعد الباس باند اتش. تمام، وعندنا عادي الان والابسلون هم نفس الان والابسلون اللي احنا كنا بنتكلم عليهم في البطولات، نفس المعاني. ده هو الفلتر اوردر وده هو الابروكسيميشن ايرور وبيرينج من 0 ل 1. تمام، فيبقى اذا شكل المعادلات بتاعت الشيبي تشيف، الفرق بقى اللي هنا موجود عنها عن البوتر وورث ان احنا عندنا شكلين للمعادله. شكل للمعادله في الباس باند اللي هو هيبقى واحد على جذر واحد زائد ابسلون سكويرد في كوساين سكويرد ان كوساين انفرس اوميجا، وفي شكل تاني بعد الباس باند ايدج اللي هو هيبقى واحد على جذر واحد زائد ابسلون سكويرد في كوساين سكويرد ان كوساين انفرس اوميجا. تمام، فده كده الشكلين بتوع المعادله بتاعتنا. طيب نمسك بقى كده منطقه منطقه في الفريكونسي ريسبونس ونبتدي نبص على اللي ممكن نطلعه منه. فهنا عند الباس باند ايدج عند الاوميجا بتساوي اوميجا بي، يعني النورماليزد اوميجا بتساوي 1، هنلاقي ان ده شكل الماجنتيود ايكويشن بتاعي طلع بالمنظر. فهنا كوساين انفرس 1 دي معناها ايه؟ دي معناها اللي هي كوساين 0، صح، كوساين 0 ب 1، فده هنا ما فيهوش مشكله. طيب كوساين سكوير 0، كوساين سكويرد 0، كوساين 0 احنا سايين بواحد، يبقى هنا الواحد واحد سكويرد، يبقى مفيش حاجه هنا، يبقى ده كانه كله مش موجود، وهي تفضل لنا بس واحد على جذر واحد زائد ابسلون سكويرد. فده هو الماجنتيود ريسبونس عند الباس باند ايدج.
فهنلاقي ان هو طلع نفس بالظبط بتاع الباتر وورس. يعني احنا برضو الباتر وورس لما كنا بنعوض عن اوميجا بتساوي اوميجا بي كان بيطلع لنا نفس الماجنتيود ايكويشن دي. يعني نرجع كده نبص عليها، فهنلاقي انه عند الاوميجا بتساوي واحد اللي هي الباس باند اتش كان برضو واحد على جذر واحد زائد ابسلون سكوير. فده معناه انه المعادله بتاعت الابسلون مش هتختلف ما بين الباتر وورس وما بين الجي بي جي. يبقى انا هنا هجيب برضو الباس باند اتنيويشن ماكسيمم اكسبتد باس باند اتنيويشن ان دي بي واساويها بالكلام ده ان دي بي، برضو هيطلع معايا 10 لوج 1 زائد ابسلون سكوير. فدي نفس معادله الباتر وورس بالظبط. يبقى هي جزء الاتنيويشن باس او يعني جزء حساب الابسلون او جزء حساب الابروكسيميشن ايرور مش بيختلف ما بين الباتر وورس وما بين الشيب. الفرق بقى بيظهر في الستوب باند. لما ابتدي اخد اوميجا بتساوي اوميجا اس، يعني النورمالايزد اوميجا دي تبقى بتساوي اوميجا اس على اوميجا بي. فلما اجي اعوض في الكلام ده هيطلع معايا الايكويشن. طبعا هنا احنا هنبقى عدينا الباس باند ايدج وابتدي استخدم الكوشاين، تبقى هنا كوشاين سكويرد ان كوشاين انفرس اوميجا اس. تمام، باي ابروكسيميشن بقى هلاقي انه الستوب باند اتنيويشن او المينيمم اكسبتد ستوب باند اتنيويشن ان دي بي هيطلع بيساوي 20 ان لوج اوميجا اس نورماليزد اوميجا اس زائد 20 لوج ابسلون زائد 6 في ان ناقص 1. هنا بقى هو ده الجزء الادفانتج اوفر الباتر وورس. الجزء اللي في الاول ده يعني لو رجعنا برضه لمعادله الاي اس في الباتر وورس لما حطيناها في الشكل الدي بي كانت بتساوي 20 لوج ابسلون زائد 20 ان لوج اوميجا اس. هنا احنا قمنا مزودين عليها بقى في الجي بي جي، فقمنا مزودين عليها 6 في ان ناقص 1. فبالتالي ده معناه ان احنا عندنا بيتر ستوب باند اتنيويشن في الكيس بتاعت الجي بي جي. فده هنا ممثل كمعادلات في الستة ان ناقص واحد. طيب طبعا ده هيبقى تكلفته بقى او يعني الحاجه مش كويسه اللي تبقى موجوده في الشيب تشيب انه هيبقى عندنا فيه شويه ريبلز في الباس باند. فده يعني قصاد ان احنا ناخد اتنيويشن احسن في الستوب باند هناخد شويه ريسبونس في شويه اختلافات وتغيرات في او شويه ريبلز يعني في الباس باند. فدي قصاد دي بس. طبعا ده هي طبعا وجود الترم ده هيحسن لنا جدا في الاوردر بتاع الفلتر. عشان كده هنلاقي مثلا اوردر الفلتر بتاعنا لو نفس السبيكس وحبينا نعمله بالتشيبي تشيف وحبينا نعمله بوتر وورس هنلاقي ان الاوردر في التشيبي تشيف اقل، وبالتالي معناها هاردوير اقل واريا اقل وكده. طيب قبل بس ما نخش في حته الريبلز بتاعت الباس باند ايدج احنا عايزين بس نشوف ازاي المعادله دي اتحولت للشكل ده. يعني هنا في شويه ابروكسيميشنز اتعملت عشان المعادله دي تتحول للشكل ده، فده هنشوفه في السلايد الجاي. فاهي دي المعادله اللي احنا بنقول عليها اتش اوف اوميجا عند الاوميجا اس او عند الستوب باند اتش هيبقى ده شكلها. فهنلاقي انه الترم اللي هنا ده هيطلع اكبر بكتير من واحد، فهنعمل ابروكسيميشن في الاول كان نشيل الواحد ده وناخد الجذر فيطلع معانا ابسلون في كوشاين على طول، فيبقى واحد على ابسلون في كوشاين. بعد كده نبتدي بقى نفك الكوشاين ديت نحط الايكويشن بتاعتها نفتكرها بقى من اعدادي. فالكوشاين كانت عباره عن كوشاين اكس كانت اي اس اكس زائد اي اس ناقص اكس على 2. فخلاص يبقى هنشيل الكوشاين الكلام ده كله ونحط بدلها الاكسبوننتس. فهنلاقي ساعتها ان الاتش اوف اوميجا هتبقى بتساوي 2 على ابسلون في التو اكسبوننتس دولت مجموعين على بعض. هنا طبعا عندنا اكسبوننت بينكريز مع الان واكسبوننت تاني بيديكي مع الان. تمام، فهنلاقي ان احنا لما نعوض عن الاوميجا اس والان بتاعتنا في اي مساله بشكل عام طبعا الاوميجا اس ده بيبقى رقم زي ما قلنا اكبر من واحد، المفروض يبقى اكبر شويه حلوين يعني بيبقى 2 او 3 او كده. فساعتها هنلاقي ان الترم ده اللي هو الاكسبوننت السالب ده اصغر بكتير من الاكسبوننت اللي بالموجب. فساعتها برضو از ابروكسيميشن ممكن نشيل الترم ده، فيبقى عندنا الاتش اوف اوميجا كماجنتيود بيساوي 2 على ابسلون في اكسبوننت باور ان كوساين انفرس اوميجا اس. تمام، للسبب اللي احنا بنتكلم عليه هنا ان الاكسبوننت اللي بالنيجاتيف اصغر بكتير من الاكسبوننت اللي بالبوست. بعد كده نبدا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده وهي حساب الكوشاين انفرس بقى. فنبتدي نفك الكوشاين انفرس دي نفسها برضو ونحولها عشان تسهل على نفسنا ونعمل تاني خطوه جديده في الابروكسيميشن. فالكوشاين انفرس لو افتكرنا المعادله بتاعتها كانت بتبقى عباره عن لين، يعني كوشاين انفرس اكس كانت لين اكس زائد جذر اكس سكوير ناقص 1. فهنا الاكس بتاعتنا اللي هي الاوميجا اس. فهنيجي نبص برضو هنلاقي انه الاوميجا اس سكوير دي هتبقى اكبر بكتير من واحد زي ما هو المفروض يبقى 2 او 3، فهنلاقي ان هو كومبير للواحد هيبقى كبير قوي، فممكن برضو نشيل الماينس 1 دي فيبقى جذر اوميجا اس سكوير ده هيتحول الى اوميجا اس، فيبقى هنا اوميجا اس زائد اوميجا اس يبقى لين 2 اوميجا اس.
نرجع بقى نشيل بقى اذا الكوساين انفرس اوميجا اس ونحط بدالها لان 2 اوميجا اس، فيبقى هو ده شكل المعادله بتاعت الماجنتيك. طبعا ممكن ال n دي نوديها هنا as a power، عارفين ال n ممكن يبقى هنا بدل n ln 2 اوميجا اس تبقى ln 2 اوميجا اس باور n، تمام. وساعتها هيبقى عندي e باور ln، ال e باور ln ديت دول بيطيروا بعض بيشيلوا بعض، فساعتها e باور ln حاجه هتطلع هي الحاجه نفسها، ف e باور ln 2 اوميجا اس باور n هيطلع 2 باور 2 اوميجا اس باور n على طول. فبالتالي تحولت الماجنتيود ايكويشن كبيره قوي دي، تحولت في الاخر للشكل البسيط 2 على ابسلون 2 اوميجا اس باور n. كل اللي عملناه بس ان احنا عوضنا عن الكوشاين وعوضنا عن الكوشاين انفرس وعملنا مجموعه ابروكسيميشنز في الخطوات دي. ناخد بقى اللوج سكيل بتاع الكلام ده، فيبقى 20 لوج 2 ناقص 20 لوج ابسلون ناقص 20 لوج الكلام ده، ننزل ال n تبقى ناقص 20 n لوج 2 اوميجا اس. نفك دي، طبعا لوج حاجتين مضروبين في بعض يبقى ممكن نجمع، فيبقى هنا 20 لوج 2 ناقص 20 لوج ابسلون ناقص 20 n لوج 2 ناقص 20 n لوج اوميجا اس. نبدأ بقى نجمع 20 لوج 2 دي تدينا 6، وهنا ناقص 20 لوج ابسلون تنزل زي ما هي، وهنا برضو ممكن نقول ديت 20 لوج 2 يعني 6 في n يبقى ماينس 6 n، وهنا ماينس 20 n لوج اوميجا اس. بعد كده الخطوة اللي بعدها نكمل التجميع بتاعنا عادي، يبقى هنا دي الترمات اللي فيها اللوجات، وديت هنا 6 في 6 n ممكن ايه نجمعهم مع بعض يبقى بشكل ماينس 6 في n ناقص 1، فيطلع معانا هو ده شكل الاتينويشن او هو ده شكل الماجنتيود يعني. فالاتينويشن زي ما قلنا في الاول اللي هو 0 ماينس الماجنتيود، ف 0 ماينس الكلام ده يقلب 20 لوج ابسلون زائد 20 ان لوج اوميجا اس زائد 6 في ان ناقص 1 اللي هي المعادله اللي احنا اتكلمنا عليها السلايد اللي فاتت، تمام. فده كده بس الاثبات سريعا لعمليه حساب يعني ازاي تحولنا يعني من الشكل ده للشكل ده عن الستوب باند ايدج. شفنا الادفانتج اللي حصل. اخر حاجه بقى الدي سي جين، هنا بنلاقي ان احنا عندنا الاتش اوف 0 ليها قيمتين، يا اما انها تكون بتساوي 1 يا اما انها تكون بتساوي 1 على جذر 1 زائد ابسلون سكويرد، فده على حسب الاوردر بتاع الفلتر بتاعنا. لو كان الاوردر بتاعه اوت فهنلاقي انها هتبدا ب 1 الريسبونس يعني هيبدا ب 1، لو كان ايفن فهيبدا ب 1 على جذر 1 زائد ابسلون سكويرد، وده هنا مبينه في الرسومات ديت. لو عندنا ان ب 2 فهنلاقي نفسنا بنبدا من تحت وبعد كده بنطلع وبعد كده بننزل تاني. طبعا عندنا 2 بوينتس يعني النمبر اوف ماكسيمم ومينيمم بوينتس اللي موجودين في الريسبونس في جزء الباس باند المفروض بيساوي الاوردر بتاع الفلتر، فاحنا عشان الاوردر بتاع الفلتر 2 فكان عندنا بوينت ماكسيمم اللي هي ديت وبوينت مينيمم اللي هي ديت، هنا الاوردر بقى 3 فبقى عندنا 2 ماكسيمم بوينتس و1 مينيمم بوينت، المهم ان مجموعهم 3 في الاخر، ونفس الكلام برضو لو كان فورس اوردر، تمام. وده برضو فرق جديد ما بينه وبين الباتل وورس، انه الباتل وورس كان دايما بيبدا من عند الواحد، لكن هنا بقى اصبح الموضوع بيعتمد على الاوردر بتاع الفلتر بتاعنا. طيب زي ما عملنا هناك برضو بعد ما حددنا ازاي بنحسب ان وبنحسب الابسلون بنشوف البولز بنقدر نحسبها ازاي. البولز بتاعت تشيب تشيف بتبقى على شكل اليبس زي ما بينت الشكل هنا. الايكويشن نفسها بقى اللي بتحكم البولز هي الموضحين هنا في الجزء ده، ان احنا عندنا جزء ريل اللي هو سيجما كي، سيجما كي ده بيساوي شاين بيتا في ساين 2 كي ماينس 1 على 2 ان باي، بينما جزء الايماجينري بيبقى عباره عن كوساين في كوساين، تمام. البيتا تبقى بتساوي 1 على ان شاين انفرس 1 على ابسلون. طبعا نقدر نعوض بقى عن كي من 1 لغايه 2 ان فهيطلع لنا 2 ان بولز. احنا بنهتم بس بالان بولز اللي موجودين في الليفت هاف بلين واللي هم برضو هيبداوا من كي بتساوي ان بلس 1 لغايه 2 ان، تمام. فنفس اللي احنا كنا بنقوله في الجزء ده هناك موجود هنا برضو سواء في الباتر وورس او في الجي بي جي. طبعا ديت الايكويشن بتاعت الاليبس اللي هو بيبقى عليه البولز بتاعتنا. طيب بعد كده بقى عندنا شويه بقى مسائل زي ما قلنا، فهنكمل بقى في بروبلم سيت 3. فاول حاجه عندنا بروبلم 4 بتقول عندنا لو باس فلتر ليه مجموعه من السبيكس اي بي ب1 دي بي والباس باند فريكوانسي 2 ميجا هرتز والستوب باند فريكوانسي 30 4 ميجا هرتز والاتينويشن بتاعها مينيمم 30 دي بي. طيب لو شفنا اول حاجه طبعا هو عايز الفلتر ده يبقى done by two approximations الماكسيمالي فلات ماجنتيود اللي هو الباتر وورس وكمان التشيبيتشيف اللي هو اللي نسميه الباس باند ايكويليبري.
طيب بالنسبة للباتوبورس هنعمل زي ما احنا عملنا المرة اللي فاتت، هنحط اي بي واي اس، هنحط المعادلتين بالقيمتين اللي هو مديهم لي 1 دي بي وال 30 دي بي، وفي الاخر هنطلع من معادلة الاي بي نقدر نطلع منها الابسلون، نرجع نعوض بيها في معادلة الاي اس ونطلع الان. طبعا الاوميجا اس هتبقى عبارة عن 4 على 2، فطبعا تبقى بتساوي 2، والان بتاعتنا هتبقى بعد ما نعمل لها سيلينج هتبقى بتساوي 6. نطلع البولز بقى بتاعتنا، نعوض في الايكويشن اللي احنا عارفينها ونحدد اماكن البولز زي ما موضح هنا. طيب الحاجه اللي هو كان عايزها بعد كده برضو كان عايز يشوف بقى الاكتوال اتينيويشن اللي احنا هنحصل عليها يعني عند الستوب باند ايدج، فكل اللي هنعمله هنعوض في المعادله بتاعت الاي اس، بس المره دي بقى بالان الصح، واللي احنا هنستخدمها اللي هي الستة، والاوميجا اس ب2 عادي، والابسلون ب.508 عادي، فطلعت معانا 30.24 اللي هي اكبر من ال 30 دي بي اللي هو عايزه. وطبعا في الاخر ممكن نعمل بقى دي نورماليزيشن لللوكيشنز بتاعت البولز عن طريق ان احنا نضربها في الاوميجا بي. طيب عايزين نشوف بقى الجي بي تشيفا نتعامل معاها ازاي، فهنكتب برضو معادله الاي بي بتاعتها، هتطلع هي بالظبط نفس معادله الباتر وورث اللي هي تان لوج 1 زائد ابسلون سكويرد، وبالتالي مش منتظر انه يحصل تغيير في الابسلون، نفس الاي بي ونفس المعادله، يبقى اكيد الابسلون هتطلع هي. الستوب باند بقى اتنيويشن نكتب المعادله بتاعتها ونحل فور ان ونطلع الان بتاعتها، فالان هتطلع حوالي 3 3.5 تقريبا، لان عمالين نعمل لها سيلينج هتبقى 4 زي ما قلنا. السيلينج ده احنا دايما بنعمل سيلينج مش ابروكسيميشن. طيب بعد كده هنبتدي نشوف اماكن البولز، فاول حاجه بنحسب البيتا، وبعد كده بنحدد اماكن البولز بالمعادله بتاعت البولز بتاعت جي بي جي. طبعا لما نيجي نسبستيوت نسبستيوت بكي من 5 ل 8، بما ان الاوردر بتاعنا طلع 4، فيبقى نستخدم الكي من 5 ل 8 عشان ناخد الليفت هاف بلين بولز. فلما نحل هيطلع معانا اماكن البولز بالمنظر ده. هنلاحظ هنا بس انه الجزء الايماجينري ما هوش زي جزء الريل بتاع البير التاني، ولا جزء الريل بتاع البير الاول زي الايماجينري بتاع البير التاني. الكلام ده كان صح بس في الباتر وورز، لان البولز كانت على شكل سيركل، لكن هنا البولز على شكل اليبس، فمش طبيعي ان ده يحصل. تمام، فلازم نحسب دي لوحدها ودي لوحدها. بعد كده بقى بنحل بعد ما حددنا اماكن البولز، طبعا نقدر نطلع الترانسفير فانكشن بتاعتنا. فالترانسفير فانكشن طبعا هنقسم ال يعني احنا عندنا هنا ال n بتساوي 4، فطبيعي ان احنا هيبقى عندنا 2 باي كوادز ورا بعض. فاول باي كواد الدينومينيتور بتاعه هنحدده ان هو اس سكويرد زائد كوفيشنت معينه في اس زائد فري تيرم، وكنا قلنا المره اللي فاتت ان الكوفيشنت بتاعت اس بتبقى عباره عن ضعف الريال بارت بتاع البول، والفري تيرم بيبقى عباره عن الريال بارت سكويرد زائد الايماجينري بارت سكويرد. فالكلام ده هنعمله لتو بيرز اوف بولز ونطلع المقام بتاعنا. طيب بالنسبه بقى للباست نقدر نجيبه ازاي؟ الباست احنا عايزين في الاخر ان احنا نشوف الدي سي جيم بتاعنا عباره عن ايه ونحققه. فاحنا قلنا ان الدي سي جين بتاع التشيبتشيف بيبقى 1 في حاله لو كانت الان اوت، وبيبقى 1 على جذر 1 زائد ابسلون سكويرد لو كانت ايفن. فاحنا هنا الاوردر بتاعنا ايفن، ان بيساوي 4، فبتاع احنا منتظرين ان احنا نكون بنحقق دي سي جين ب1 على جذر 1 زائد ابسلون سكويرد. فكل اللي هنعمله ان احنا نحاول نحقق الكلام ده عن طريق النيوميريتور بتاعنا، فهنضرب ال 0.975 اللي هي الفري تيرم اللي هنا، وال 0.275 اللي هي الفري تيرم اللي هنا، بحيث ان الدي سي جين كده يبقى 1، ونزود في الاخر بقى 1 على جذر 1 زائد ابسلون سكويرد بحيث نحقق الريكويرمنت. وطبعا دي نورماليزيشن بتاعها ان احنا هنشيل كل اس برضه ونحط اس على اوميجا بي. ونلاحظ هنا بقى ان اخر حاجه لما طلب مننا الاتنيويشن بتاع الستوب باند ايدج طلع معانا حوالي 36 دي بي لما عوضنا عن ان ب4 واوميجا اس ب2 وهكذا، والابسلون ب.5. تمام، فدي كانت فكره المساله رقم 3 او رقم 4 في الشيت. الخطوه اللي بعد كده بقى هنبتدي نشوف المساله اللي بعدها. المسألة اللي بعدها هي شبيهة شوية باللي كنا خدناهم السكشن اللي فات، هو برضو عايز نعمل ديزاين ل maximally flat magnitude low pass filter. ادينا السبيكس بتاعته اي بي ب 3 دي بي، والاوميجا بي ب 20 ميجا رات بير سكند، والدي سي جين 6 دي بي، بس مدينا بقى الاتنيويشن بشكل مختلف شوية، مش مدينا الاي اس بكام، انما مدينا الاتنيويشن ريت، فهو مدينا ان هو ب 60 دي بي بير ديكيد. فاللي هنحتاج نعمله الاول ان احنا عادي هنعوض في معادلة الاي بي ونطلع الابسلون، ده اللي عملناه في اول خطوه. بس بعد كده بقى عايزين نطلع الان، فكنا بنطلعها من استخدام معادله الاي اس، دلوقتي الاي اس مش معانا، فاللي هنحتاج نعمله هو ان احنا هنرجع تاني للاكسبريشن بتاع الاتينويشن في الستوب باند اللي هو اللي هنا ده، هو اي اس بتساوي 20 ان لوج اوميجا اس زائد 20 لوج ابسلون. فاما نبص في الترم ده نلاقي ان الجزء ده من الترم عباره عن حاجه كونستنت مش بتتغير،
لكن ده هو اللي بيتغير مع الفريكونسي، وبالتالي هو ده الريت اوف تشينج بتاع الاتينيويشن. وبالتالي يبقى 60 دي بي بير ديكيت لو مديهاني، هي المفروض تناظر الترم ده. فنرجع تاني لمسألتنا، فنلاقي ان الاتينيويشن ريت بتاعنا هو المفروض يكون بيساوي 20 ان في لوج اوميجا. وطبعا بقى نحط الاوميجا بتاعتنا ب 10 عشان تناظر الديكيد، ونساوي الترم كله ب 60. فهو ده اللي احنا عملناه هنا عشان نقدر نطلع معادله نجيب منها الان. بس لما نعوض بقى في المعادله دي طبعا الان هتطلع معانا ب 3. طبعا ده شيء متوقع لان احنا عارفين ان البور كان بيدينا اتنيويشن ب 20 دي بي بير ديكيد، فبما ان احنا عايزين 60 دي بي بير ديكيد يبقى احنا محتاجين 3 بولز، فيبقى طبيعي ان الاوردر بتاع الفلتر اللي احنا عايزين نستخدمه يبقى ثيرد اوردر فلتر. الخطوه اللي بعد ما نجيب بقى الابسلون والان، ان احنا نعوض في معادله البولز ونطلع اماكن البولز بتاعتنا فين، ونعوض طبعا عن كي بالنص التاني اللي هو من 4 ل 6 عشان يطلعوا في الليفت، في الليفت اوف بي. تمام، فهيطلعوا معانا عند ماينس هاف بلس جذر 3 على 2 جي بلس ماينس طبعا، وهيطلع معانا في ريل بول عند ماينس 1. نبدأ بقى نكون الترانسفير فانكشن بتاعتنا من البولز ديت. فهيبقى عندنا كي certain constant يعني مقسوم على s زائد 1 اللي هو بيناظر الريال بول، و s squared زائد s زائد 1 اللي هي complex conjugate بولز اللي موجودة عندنا هنا. طيب الكي بقى هنجيبه ازاي؟ هنجيبه باستخدام الدي سي جين. احنا مدينا دي سي جين ريكوايرمنت 6 دي بي. طيب الدي سي جين بتاع ترانسفير فانكشن زي كده هيبقى بيساوي ايه؟ هيبقى بيساوي نعوض عن s ب 0، فنلاقي ان هي بتبقى بتساوي كي على 1 في 1 يعني كي. فيبقى اذا الدي سي جين بتاعنا هو كي، يبقى 20 لوج كي المفروض تكون بتساوي 6 دي بي بس. فلما نحل المعادله ديت هنطلع كي ب 2 بس. فده في الاخر هو شكل النورمالايزد ترانسفير فانكشن بتاعت الفلتر اللي هو عايز يعمله ديزاين. طيب نعمل لها بقى دي نورماليزيشن عن طريق ان احنا نشيل كل اس ونحط اس على اوميجا بي. فهنلاقي ان احنا عندنا هنا بقى ده شكل دي نورمالايزد ترانسفير فانكشن 2 في اوميجا بي كيوب على اس زائد اوميجا بي في اس سكوير زائد اوميجا بي اس زائد اوميجا بي سكوير. الحاجة اللي بعد كده بقى في المسألة ديت، وعايزنا نimplement الكلام ده باستخدام active RC filter. فده اللي هنشوفه في الصفحة ديت. هاي دي transfer function بتاعتنا. بس كل اللي عملته هنا ان انا قسمت الترمين دولت، قسمت المقام بدل ما هو مضروبين في بعض كده خلي كل واحد لوحده. فبقى عندنا هنا s زائد اوميجا بي، وهنا s squared زائد اوميجا بي s زائد اوميجا بي squared، بس قسمت برضه البسط عليهم. فبقى عندي هنا first order filter وراه second order filter. فنعمل implementation لده لوحده وده لوحده، وبعد كده نحطهم in cascade، فنبقى عملنا third order filter او higher order filter اللي احنا عايزين نعمله. طبعا انا زودت بقى اشارة سالب هنا عشان خاطر بس استخدم حاجة inverting op amp يعني، فعشان كده خليتها minus 2 omega p على s over 1 زائد omega p على s اللي هو الجزء ده، والتاني برضه حطيت له اشارة سالب. بس الجزء ده نعمله ديزاين زي ما كنا بنعمل في اول سيكشن خالص عادي، هنعتبر ان احنا عندنا انفرتنج اوب امب، فالجيم بتاعه عباره عن نيجاتيف زد 2 على زد 1، فنعوض بقى عن زد 2 بكذا وزد 1 بكذا. طبعا قسمت فوق وتحت على اس بحيث ان انا ما يبقاش عندي اي اندكتور ولا حاجه كده، بقى عندي كاباستور وكاباستور وريزستور. حطيت القيم بتاعتهم هنا، وهي ديت الفيرست ستيج بتاعتنا. فده زي سيكشن 1 بالظبط. ماشي، الجزء ده بقى نختار اركتكتشر معين، بنشوف ايه الديزاين ايكويشنز بتاعته، وبنعوض فيها عن الحاجات اللي عندنا ونطلع قيم الكومبوننتس. فانا اخترت سالين كي اركتكتشر ويز ايكوال ار وكي 1، فكان ده الاركتكتشر يعني اللي اخترته. طبعا اي حد يقدر يختار اركتكتشر تاني مفيش مشكله. خدت الديزاين ايكويشنز بتاعته وحطيتها هنا بس، فقلت خلاص يبقى الاوميجا نود تساوي 1 على ار في جذر سي 1 سي 2، والكيو بتاعتنا بتساوي 1 على 2 جذر سي 1 على سي 2. طيب اللي هنلاحظه ان احنا عندنا الكيو بتاعتنا بكام، نقدر نشوف بقى الترم اللي مضروب هنا في اس. المفروض الترم ده بيساوي اوميجا نود على كيو، والاوميجا نوت بتاعتنا هي الاوميجا بي زي ما احنا شايفين هنا. لما نيجي نقارن الاكسبريشن اللي هنا ده باللي هنا، هنلاقي ان اوميجا بي بتساوي اوميجا نوت، والاوميجا نوت على كيو كلها بتساوي اوميجا بي، وبالتالي يبقى كيو من هنا نقدر نستنتج انها بواحد. فلما نعوض عن كيو بواحد هنقدر نطلع ان الريشيو بتوين التو كاباسيتورز المفروض تبقى 4، يبقى سي 1 بيساوي 4 سي 2 بس. فكده اصبح عندنا هو مجهولين، يعني المعادله ديت اصبحت بتمثل مجهولين في معادله واحده. فنفرض واحد ونجيب الثاني، فانا افترضت ار ب 1 كيلو اوم، ومنه طلعت سي 2 ب 25 بيكو وسي 1 ب 100 بيكو فرد. تمام، فاصبح هو ده كده كل الديزاين بتاع الجزء اللي هو التاني اللي هي الباي كواد بتاعنا. خلاص بقى عندي قيمه الار وقيم السيهات كلها، والكي طبعا بواحد، فمبقاش في اي مشكله.
حاجة بس اللي هنلاحظها هنا ان القيم بتاعت الاراد والسيات هنا مقبولة جدا، 1 كيلو اوم و25 بيكو و100 بيكو، فكل ده مقبول. لكن المشكلة في الستيج الاولانية ان الارقام بتاعتها مش منطقية، يعني مفيش حاجة اسمها 1 اوم ولا 50 نانو فرد ولا 25 نانو فرد، ارقام كبيرة في الكاباسيتورز وصغيرة جدا في الريزيستورز. فكل اللي عملته بس عملت امبيدنس سكيلينج، عملت خطوة امبيدنس سكيلينج بحيث ان انا اجيب قيم منطقية اكتر للريزيستورز والكاباسيتورز. فاخدت الجزء بتاع الفيرست ستيج ده ضربت فوق تحت في 1000 بس، فتحول الريزيستور الواحد بقى 1 كيلو اوم، والكاباسيتورز بدل ما هي 25 نانو 50 نانو بقت 25 بيكو و50 بيكو. تمام. اخر حاجه خالص بقى اضفتها في الاخر خالص، انا حطيت بافر انفرتنج اوب امب بافر بجيم بماينس 1، يعني لان السيلينج كي ما كانش بيجيب جيم بالسالب، السيلينج كي الجيم بتاعه كان بوزيتيف وانا كنت عايز الاشاره السالب اللي هنا دي، فبالتالي احتجت ان انا احط في الاخر بس حاجه تجيب لي الماينس 1. طبعا لو حد تاني كان اختار اركتكتشر مختلفه بتدي جين بالماينس ما كانش هيحتاج يزود بفر في الاخر. تمام. طبعا زي ما قلت في الاول، هي كل واحد حر يقدر يختار الاركتكتشر المناسب. يعني طبعا لو في بقى ريستريكشنز زياده هي دي اللي ممكن تحدد شويه ايه الاركتكتشرز اللي تنفع وايه الاركتكتشرز اللي ما تنفعش. طيب نخش بعد كده على المساله اللي بعدها. المسألة رقم 6 في الشيت ده، احنا عندنا برضو ماكسيمال فلات ماجنتيود لو باس فلتر، ده الريسبونس بتاعه، هو مديهولنا المرة دي في صورة رسمة يعني. تمام. ال AP بتاعتنا 2 دي بي وال AS 30 دي بي، وال باس باند فريكونسي او ال H يعني بتاعت الباس باند عند 1500 راديان بير سكند، بينما ال ستوب باند H عند 4000. ده مطلوب مننا برضو نديرايف الترانسفير فانكشن بتاعت الفلتر ده ونجيب الاكتوال اتنيويشن اللي هتحصل عند الاوميجا بي والاوميجا اس. مش لحظة. طيب فهنعمل زي ما عملنا قبل كده، نعوض في معادلة الاي بي ومنها نطلع الابسلون بكام، وطبعا نعوض في معادلة الاي اس ومنها نطلع الان بكام، فطلع معانا ابسلون ب 0.76 والان بتاعتنا طلعت ب 4 زي ما هو باين هنا في الجزء ده. اللي هنحتاج بقى نعمله بعد كده ان احنا نعوض في البولز بحيث نحدد اماكن البولز بتاعت الفلتر ده، بس فحددناهم بالشكل ده هيطلعوا معانا في عند النقط ديت. نكون بعد كده الترانسفير فانكشن، فالمقام بتاع الترانسفير فانكشن برضه هنكونه بالطريقه اللي احنا عارفينها، والباست هنكونه بحيث ان هو يجيب لنا جين بواحد اللي هو 0 دي بي يعني، فعشان كده هيبقى 1.143 سكويرد اللي هي 1.143 اللي هنا مضروبه في اللي هنا. وبعدين نعمل لها بقى الفريكوانسي ترانسفورميشن، نشيل كل اس ونحط اس على الاوميجا بي، والاوميجا بي بتاعتنا اللي هي 1500، فهيطلع معانا ده شكل الترانسفير فانكشن في الاخر بعد النورمال بعد الدي نورماليزيشن. نحسب بقى الاي بي الاكتوال والاي اس الاكتوال، هنعوض بس بالابسلون والان اللي احنا حققناهم، فنلاقي الاي بي ما اختلفتش عن المطلوب هي 2 دي بي برضه، لكن الاي اس هي اللي بقت 31.74 دي بي، فهي اعلى من ال 30 اللي هو كان عايزها. طيب الاجزاء اللي بعد كده بقى في السؤال ده، وعايز بقى يبتدي يشوف ازاي نقدر نعمل هاي باس فلتر وباند باس فلتر وباند ستوب فلتر من النورماليز لو باس فلتر اللي احنا عملنا له ديزاين هنا. فاول حاجه بس عايزين نبص عليها قبل ما نخش في الكلام ده هو الفريكوانسي ترانسفورميشن. عندنا هنا في الجزء ده بنشوف يعني ايه الترانسفورميشن المعينه اللي احنا المفروض نعملها عشان نحول نورمالايز لو باس فلتر لجنرال لو باس فلتر. فهنلاقي احنا لو شلنا كل اس وحطينا اس على الاوميجا بي هنقدر نحقق الكلام ده، وعشان نحوله للجنرال هاي باس فلتر نشيل كل اس ونحط اوميجا بي على اس. بس طبعا ناخد بالنا ان الاوميجا بي اللي هنحطها هي اوميجا بي بتاعت الهاي باس فلتر، يعني الباس باند ايدج بتاعت الهاي باس فلتر مش اللو باس فلتر يعني. وتالت نوع اللي هو الباند باس نقدر نحققه عن طريق ان احنا نعمل الترانسفورميشن اللي قدامنا، ان احنا نشيل كل اس ونحط مكانها اوميجا نود اوفر بي، في اس على اوميجا نود زائد اوميجا نود على اس. طيب بي ده اللي هو ايه؟ بي ده هو الباند ويدث بتاع الباند باس فلتر اللي هما التو بوينتس اللي عندهم بيبقى فيه واحد على جذر 2 من الماجنتيود، او اللي هي الماينس 3 دي بي بوينتس بتاعت الريسبونس يعني. طيب والاوميجا نود نفسها، الاوميجا نود هي السنتر فريكونسي، وهي بتبقى عباره عن الجيومتريك مين بتاع اوميجا 1 واوميجا 2، فهي عشان كده بتساوي الاوميجا نود بتساوي جذر اوميجا 1 في اوميجا 2، والباند ويدث هو عباره عن اوميجا 2 ماينس الاوميجا 1. فهي دي الباس باند بتاعتنا من اوميجا 1 لاوميجا 2. الستوب باند بقى بتبتدي من قبل الاوميجا 3 وبعد الاوميجا 4، يعني كل اللي قبل الاوميجا 3 ده ستوب باند وكل اللي بعد الاوميجا 4 ده ستوب باند. عشان نريليتهم لبعض بقى بنريليتهم بعض باستخدام الاوميجا اس اللي هي النورمالايزد فريكونسي، فبنقول ان هي بتبقى عباره عن اوميجا 4 ماينس اوميجا 3 على اوميجا 2 ماينس اوميجا 1، يعني الايدجز بتاعت الستوب باند مقسومه على الايدجز بتاعت الباس باند.
تمام، فهي عبارة عن أوميجا 4 ماينس أوميجا 3 على بي. لازم بقى نلاحظ إنه لازم الريليشن دي تكون متحققة، لأن أوميجا 1 في أوميجا 2 تكون بتساوي أوميجا 3 في أوميجا 4. تمام، فدي كده الترانسفورميشنز اللي احنا محتاج نعملها على النورماليزد لو باس فلتر ترانسفير فانكشن اللي احنا بنطلعها باستخدام تشيب تشيف او باستخدام باتر وورز. الجزء بقى اللي معمول بعد كده اللي هو تحويله الاندكتور وتحويله الكاباستور، دي بس الهدف منها يعني، مش هنعمل الكلام ده احنا في حل المسائل. حل المسائل بس هو الايه الاجزاء دي كلها، ان احنا بس نشيل كل اس ونحط ما يكافئها يعني، لكن الجزء ده بس عايزين نثبت بيه ان الترانسفورميشن دي صح. فمثلا لو مسكنا ان احنا عندنا اندكتور ماي زد ال ليه امبيدنس اسمها اس ال، تمام، فهو الاندكتور ده لو افترضنا ان في وراه مثلا ريزيستور ولا حاجه، فده المفروض ان هو هيمثل انه عندنا لو باس فلتر، لان الامبيدنس بتاعت الاندكتور ده عند اللو فريكونسيز تبقى صغيره جدا، فبالتالي في اوت ساعتها هتبقى بتساوي في ان تقريبا، بينما عند الفيري هاي فريكونسيز هنلاقي ان هو في اوت تقريبا بتساوي زيرو، لان دي هتقلب لاوبن سيركت. فده كده لو باس فلتر. طيب لو بقى عملنا ابلاينج للترانسفورميشن اللي احنا محددينها هنا ديت، شلنا كل اس اللي هي الاس اللي هنا ديت وحطينا مكانها اوميجا نود على بي في اس على اوميجا نود زائد اوميجا نود على اس، هيطلع لنا في الاخر الشكل ده. هيطلع لنا في الاخر اندكتور اللي على بي في اس زائد كاباستور بقى الاوميجا نود سكويرد على بي اس. تمام، دي امبيدنس بتاعت كاباستور ودي امبيدنس بتاعت اندكتور والاثنين ان سيريز، فهو ده الشكل اللي هيطلع لنا. فطبعا اندكتور وراه كاباستور، فده معناه ان هو على طول هيبقى باند باس فلتر، لانه عند الفيري لو فريكونسيز الكاب ده هيبقى اوبن سيركت، وعند الفيري هاي فريكونسيز الاندكتور هو اللي هيبقى اوبن سيركت. فهو لا هيعدي اللو فريكونسي سيجنالز ولا هيعدي الهاي فريكونسي سيجنالز، هو هيعدي اللي في النص بس. طبعا البيك بتاعته هتحصل عند الريزونانس فريكونسي بتاعت الايه بتاعت الاندكتور مع الكاباستور، فبالتالي هو فعلا يتحول بدل ما كان لو باس فلتر بقى فعلا باند باس فلتر. فالجزء ده بس لاثبات الترانسفورميشن مش اكتر يعني، لكن مش هنحتاج ان احنا نستخدمه في المسائل او كده. تمام، طبعا نفس الفكره نقدر نطبقها على الكاباستور ونشوف برضو ازاي ان هو بيقدر يحول لنا الريسبونس. تمام ماشي، اللي بعد كده بقى زي الباند ستوب فلتر، هو زي الباند باس فلتر بالظبط، برضو الاوميجا نود بتاعته هي الجيومتريك مين بتاع اوميجا 1 واوميجا 2، واوميجا 1 واوميجا 2 هم اللي بيمثلوا الباند ويث بتاع الباند ستوب فلتر، وهي نقط الماينس 3 دي بي من الماكسيم. دايما الباند ويث بنعرفه ان هو النقط بتاعت الفريكونسي اللي بيجيب لنا واحد على جذر 2 من الماجنتيود او نص الباور. فبالتالي الباند ويث ساعتنا هنا بتبقى اوميجا 1 ماينس اوميجا 2، قصدي اوميجا 2 ماينس اوميجا 1 يعني، والاوميجا نود بتبقى عباره عن الجيومتريك مين بتاعهم. طبعا في عندنا بقى الاوميجا 3 والاوميجا 4، دي النقط اللي هي بيبقى فيها البيك بتاعت الستوب باند، فدي برضو المفروض حصل يعني لما ناخد لهم سكوير روت يعني المفروض برضو يطلعوا لنا الاوميجا نود. والاوميجا اس بتاعتنا اللي هي النورمالايزد فريكونسي المفروض تبقى بتساوي اللي بره اللي هم اوميجا 2 ماينس اوميجا 1 على اللي جوه اللي هم اوميجا 4 ماينس اوميجا 3. تمام، بس طبعا برضو نقدر نعمل نفس الترانسفورميشن على ال والسي ونشوف الايفكت بتاعهم عامل ازاي. طيب نرجع بقى المسألة رقم 6 اللي احنا كنا شغالين فيها. احنا خلاص دلوقتي طلعنا normalized low pass filter وحولناه ل after denormalization، عملنا له denormalization ك low pass filter. المطلوب التاني في السؤال كان عايز بقى يحوله ل high pass filter with certain omega s، omega s ب 1650 radian per second، فعايزين نشوف هنعمل ايه. فاللي احنا هنعمله احنا هنمسك النورمالايز لو باس فلتر ديت ونشيل كل اس ونحط مكانها اس اوفر ونحط مكانها اوميجا بي اوفر اس عشان نحوله لهاي باس فلتر. طيب ده نقدر نعمله ازاي؟ هنقدر نعمله عن طريق ان احنا يبقى معانا اصلا الاوميجا باس بتاعت الهاي باس فلتر، ودي مش معانا، احنا معانا بس الاوميجا اس اللي هي 1650. فاللي هنعمله هو ان احنا هنستغل الاوميجا اس اللي هنا، اوميجا اس دي كانت بتدينا ريليشن ما بين الستوب باند فريكونسي بتاعت اللو باس فلتر على الباس باند فريكونسي بتاعته، فهي المفروض هتساوي برضو الباس باند فريكونسي بتاعت الهاي باس فلتر على الستوب باند بتاعته. فبالتالي هنعمل كده هنلاقي ان احنا عندنا الاوميجا اس بتاعت الهاي باس فلتر هي قد الاوميجا يعني الاوميجا ستوب بتاعت الهاي باس فلتر هي الاوميجا باس بتاعت اللو باس، والعكس صحيح. فلما نعوض بقيمه الاوميجا اس اللي عندنا اللي هي 2.67 نقدر منها نطلع اوميجا بي بتاعت الهاي باس فلتر بكام، بما ان احنا هو مدينا اصلا الاوميجا اس دي. فلما نعوض هنلاقي ان اوميجا بي بتاعتنا بقت عباره عن 4.4 كيلو راد بير سكند. فبس خلاص كده احنا كده بقى معانا ترانسفورميشن احنا عايزين نعمله، هنشيل بس كل اس ونحط مكانها اس نحط مكانها الرقم ده على اس، ونبقى كده عملنا الترانسفورميشن في الترانسفير.
هو هيبقى ده بعد كده هو شكل الترانسفير فانكشن بتاعه الهاي باس فلتر. زي ما شايفين طبعا هي اس باور 4 وتحت طبعا اكبر باور هيبقى اس باور 4. بعد كده لو عايزين ترانسفورم برضه الريسبونس لباند باس فلتر يكون ليه اوميجا نود السنتر فريكونسي بتاعته 10 كيلو راديان بير ب 1 كيلو 10 كيلو راديان بير سكند والباند ويدث بواحد. وبالتالي ده طبعا معناه ان احنا بنتكلم في كيو ب 10 هي يعني الاوميجا نود على ال. فطبعا هنعمل بقى ترانسفورميشن اللي قلنا عليها، هنشيل كل اس في الترانسفير فانكشن ونحط بدالها اوميجا نود على بي في اس على اوميجا نود زائد اوميجا نود على اس. فلما نعمل كده بقى في الترانسفير فانكشن بتاعه اللو باس فلتر اللي كان عندنا او النورماليز لو باس فلتر اللي كان عندنا هيبتدي يطلع معانا الشكل ده. ده الجزء بتاع اول ده النص الاولاني من الترانسفير فانكشن وده هو النص التاني. فما نبدا نوحد المقام جوه الاجزاء دي كلها، نبدا نوحد المقامات زي ما عملنا هنا وبعد كده نضرب في 10 باور 4 اس باور 4 هي 10 باور 4 اس سكوير دي من هنا و 10 باور 4 اس سكوير دي من هنا برضو، فيبقى اجمالا 10 باور 4 اس باور 4 ونوزعها برضو في المقام بحيث يعني نتخلص من المقامات اللي هنا. تمام. وبعد كده دي نعمل شوية بقى خطوات كده ان احنا نحاول نفصل الاس سكوير لوحدها في كل براكت من التو براكتس دولت. فده اللي هنحاول نعمله. وفي الاخر هنوصل للفورم دي من الترانسفير فانكشن. هي طبعا هيبقى فيها شوية خطوات لكن هي دايركت يعني هي كلها بقى رياضة والجبرا مفيهاش حاجة يعني ليها علاقة بالالكترونكس اوي. بس في الاخر ده بيبقى شكل الترانسفير فانكشن. فزي ما احنا شايفين هو الاوردر بتاعنا بقى 8 وده منطقي ان احنا لو عندنا لو باس فلتر الاوردر بتاعه ب 4 يبقى لما نحوله لباند باس فلتر هيطلع دبل الاوردر اللي هو 8. اخر سؤال بقى كان طالب نفس الطلب بس على باند ستوب فلتر، فخلاص برضه هننفذ نفس الخطوات بالظبط بس ايه هنستخدم الترانسفورميشن دي اللي هي بي على اوميجا نود في 1 على اس على اوميجا نود زائد اوميجا نود على اس. المثال اللي بعد كده معانا بروبلم 7 عندنا هاي باس فلتر ماكسيمالي فلات ماجنتيود الاي اس بتاعتنا في 45 دي بي اللي هي الستوب باند اتنويشن والستوب باند ايدج 3 ميجا هرتز والباس باند ايدج 30 ميجا والباس باند نص دي بي. طبعا زي ما شايفين الاف بي اكبر من الاف اس لان ده هاي باس فلتر، فعايزين نوجد بقى الترانسفير فانكشن بتاعت الكلام. فطبعا برضو هنبدا الاول بالنورماليز لو باس فلتر وبعد كده نبدا نحولها ل هاي باس. فالاي اس بتاعتنا 45 الاي بي بنص الاف بي بقى هي اللي هتبقى 3 ميجا. ناخد بالنا ان احنا هنعكس بقى احنا هنعمل نورمالايز لو باس فلتر هنعكس الاف اس والاف بي هنخلي الباس كانها هي 3 ميجا والاف اس هي ال 30. فبالتالي نورمالايزد اوميجا اس هتبقى 30 على 3 اللي هي 10. نبدا نحط معادله الباتر وورث بتاعت الاي بي والاي اس ومنهم نطلع الابسلون والان هيطلع معانا ابسلون ب 0.35 والان ب 3. وبعد كده بعد ما حسبنا الابسلون والان نقدر نبدا نيجي نحسب البولز بتاعت الترانسفير فانكشن بتاعتنا. فنعوض بقى في المعادله دي ونطلع الريكويرمنتس. فهيطلع عندنا بولز اللي هي 2 بولز طبعا هيطلعوا كومبلكس كونجوجيت و1 ريال بول. تقريبا نكون المقام فهنا هنا هيبقى اس زائد 1.42 اللي هو الريال بول وهنا هنشتغل عليه بقى بالطريقه بتاعتنا دبل ال هنا عندنا الجزء ال log coefficient of s في ال y quadratic هيبقى عندنا هنا s squared وبعد كده هيبقى عندنا هنا 1.42 في نص في 2 اللي هي ال 2 الريال بارت بتاعت ال complex conjugate. وبعد كده هيبقى عندنا هنا ال coefficient of s هيبقى 1.42 والكوفيشنت اللي الفري تيرم بقى ناخد ده سكوير زائد ده سكوير طبعا 1.42 فتطلع معانا 2.016. بعد كده بقى نبتدي نعمل الفريكونسي ترانسفورميشن نشيل كل اس ونحط بدالها اوميجا بي على اس. وناخد بالنا ان احنا هنحط الاوميجا بي اللي هي بتاعت الهاي باس مش بتاعت اللو باس، يعني هتبقى الاوميجا بي اللي هي 2 باي في 30 ميجا. تمام. فده عشان احنا بنتحول لهاي باس فلتر فناخد الاوميجا بي بتاعت الهاي باس. هنبتدي نعمل الايكويشن بتاعتنا فنبتدي نعوض في الايكويشنز بتاعتنا هيطلع معانا في الاخر هو ده شكل الترانسفير فانكشن.
طبعا اس باور 3، وتحت برضه يبقى في عندنا اس و اس سكويرد، يعني الاوردر بتاعنا اللي هو اس 2. المسألة اللي بعد كده عندنا تشيبي تشيف ابروكسيميشن، مسألة رقم 8، عايزين نستخدم تشيبي تشيف ابروكسيميشن نعمل باند باس فلتر، باس باند بتاعه نص دي بي، اتنيويشن نص دي بي من 2 ميجا ل 4 ميجا، والاي اس اللي هي الستوب باند اتنيويشن 15 دي بي بيلو ال 1 ميجا هرتز واباف 8 ميجا هرتز. فأول حاجة هنعملها هنرسم الـ response بتاع الفلتر بتاعنا، فنلاقي هنا إنه عندنا الأوميجا 1 والأوميجا 2 اللي هما الـ 2 والـ 4، فنلاقي عندهم ناقص نص دي بي، فهي ديت كأنها الـ cutoff frequency بتاعت الـ band pass filter. وهنا هناخد بالنا إن مش شرط، يعني التعريف التقليدي بتاع الـ band pass بتاع الـ bandwidth إن هو عند الـ minus 3 dB، لا هو مش شرط، هو على حسب أنا عايز إيه. فأنا هنا عايز النص دي بي ده، عايز أعتبر إن الـ bandwidth بتاعي اللي هو لما الـ response ينزل نص دي بي عن الماكسيمم value. فخلاص يبقى اذا هو الاي بي بالنسبه لي الاوميجا 1 والاوميجا 2 دول الكات اوف فريكوانسيز، الفرق بينهم هو الباندويث عند ناقص نص دي بي. بعد كده عندنا الاي اس ب 15 دي بي زي ما قلنا، دي هتحصل عند الاوميجا 3 والاوميجا 4 اللي هما بقى يعتبروا كانهم الستوب باند ايدجز بالنسبه للباند باس فلتر عند الواحد ميجا و 8. هنا في نوت مهمه لازم ناخد بالنا منها، وهي النوت دي ان اوميجا 1 في اوميجا 2 بتساوي اوميجا 3 في اوميجا 4. فدي نقطة مهمة، إنه ده معناه إن الفلتر ده بنسميه بقى حاجة اسمها سيمتريك باند باس فلتر، تمام؟ وإن الباند باس فلتر يبقى سيمتريك ده شرط عشان خاطر نقدر نعمل الترانسفورميشن اللي اتكلمنا عنها من شوية، تمام؟ فيعني الترانسفورميشن مش هنعرف نحققها لو الكونديشن ده مش متحقق، فلازم الأول نضمن إن هو متحقق، ولو مش متحقق عندنا في السبيكس نحاول نغير في الفريكونسيز بشرط انه الكونديشن ده يتحقق، بحيث نعرف نستخدم الفكره بتاعت ان احنا نعمل الاس ونشيل كل اس ونحط بدالها الترانسفورميشن اللي اتكلمنا عليه، تمام؟ فدي كانت هتفرق معاكم في البروجكت، محتاجين تركزوا في النقطه ديت، لانه نشوفوا هل هو اصلا سيمتريك الباند باس فلتر اللي عندكم في البروجكت ولا لا. لو ما كانش سيمتريك يبقى ساعتها فكره ان انا هشيل كل هعمله لو باس نورمالايز وبعد كده اشيل كل اس فيه واعوض عنها بالاس على بالاوميجا نود على باندوث اس على اوميجا نود زائد اوميجا نود على اس اللي هي الترانسفورميشن دي، ساعتها مش هتنفع تتحقق. فوقتها هبقى محتاج بقى ان انا اغير شويه بقى في الاوميجا 1 والاوميجا 2 والاوميجا 3 والاوميجا 4 اللي هم مديهم لي، بشرط ان انا اعرف اوصل للسيمتريك فورم بتاعت الباند باس فلتر عشان اقدر استخدمه في عمل عشان اقدر استخدم الترانسفورميشن ده. ما مثلا بشوف بقى هل مثلا ممكن اكبر شويه الاوميجا 3، تمام، او اقلل شويه الاوميجا 4 وهكذا برضو بالنسبه للاوميجا 1 والاوميجا 2. فطبعا انا احاول اغير فيهم بس بشرطين بقى، بشرط اولا ان انا احقق السيمتري، هو ده الموتيفيشن الاصلي عشان اعمل التغييرات ديت، والشرط الثاني ان انا لازم اضمن ان انا الوضع الجديد اللي هتحوله يبقى افضل من المطلوب. يعني على سبيل المثال انا ممكن مثلا ازود الاوميجا 3 شويه، فلما ازود الاوميجا 3 شويه ساعتها هيحصل ان انا مثلا هروح لايه فريكوانسي ما هياش الواحد ميجا، هروح مثلا الواحد ونص مثلا، تمام؟ فلقينا عند الواحد ونص حصل انه الاتنيوشن بقى 15 دي بي، يبقى انا هنا ابقى ضامن ايه؟ ابقى ضامن ان عند الواحد اكيد الاتنيوشن اكتر من ال 15 دي بي، وبالتالي انا في ستيت اوف، تمام؟ يبقى التغيرات اللي ممكن اعملها في قيم الاوميجا 1 و 2 و 3 و 4 بتاعت الباند باس فلتر وطبعا بتاعت الباند ستوب فلتر ممكن بعملها عشان خاطر احقق السيمتري، بس المهم وانا بعملها ابقى ضامن ان الوضع الجديد اللي هينشا نتيجه التغييرات اللي انا عملتها ديت مش هيبقى أسوأ من الوضع الاولاني، يعني الاتنيوشن هيبقى احسن مثلا. خلاص تمام، ده كده اكسب، تمام. فدي نقطه مهمه بخصوص يعني الباند باس فلتر. طيب فاحنا هنا هنحسب بقى نلاقي الباند بتاعنا هو الفرق بين اوميجا 1 واوميجا 2 اللي هو يبقى 2 ميجا هرتز، تمام. انا هنا طبعا حاطط الفريكوانسيز بالميجا هرتز، ما حولتش للراديان بير سكند. اوميجا نود اللي هي سنتر فريكوانسي تبقى جذر اللي هي الجيومتريك مين بتاع اوميجا 1 واوميجا 2 فيطلع معانا 2.82، والنورمالايزد ستوب فريكوانسي اتش تبقى الاوميجا 4 ماينس اوميجا 3 على اوميجا 2 ماينس اوميجا 1 اللي هي 8 ناقص 1 على 4 ناقص 2 تطلع معانا ب 3 اونص، تمام. الاوميجا اس دي بقى هي اللي هستخدمها وانا شغال في نورمالايزد لو باس فلتر. فطبعا هنعمل بقى النورماليز لو باس فلتر بتاعنا، نكتب معادلات التشيب تشيب بتاعت الاي بي والاي اس ونطلع منهم الابسلون والان، يطلع معانا ان ب 2 وابسلون ب 0.35 تقريبا. نحسب البولز بتاعتنا من المعادله بتاعت شاين في ساين زائد جي كوساين كوساين دي، نحسب بيتا ونرجع نعوض بيها هنا عشان نطلع البولز، فيطلع معانا 2 كومبلكس كونجكت بولز زي ما احنا شايفين هنا.
طبعا ال n بي ايفن، فبالتالي لازم هنضرب الماجنتيود في واحد على جذر واحد زائد افرن سكويرد، تمام. وهيبقى عندنا المقام طبعا هنعمله بقى بالفكره الرئيسيه، ده سكوير، ده دبل الرقم ده، هيبقى هو الكوفيشنت اوف اس، وده سكوير زائد ده سكوير، ده هيدينا ال 1.51. نشيل بعد كده نشيل بعد كده بقى كل اس ونحط بدلها اوميجا نود على بي في اس على اوميجا نود زائد اوميجا نود على اس، يعني الفلتر بتاعنا سيمتريك، ونجيت الباند باس ترانسفير، تمام. فدي يعني فكره المساله رقم 8، ودي كده كانت اخر حاجه معانا في السكشن النهارده. السلام عليكم.